أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم. على المودة نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج ندوة المودة. حلقتنا في هذه الليلة هي الجزء الرابع من سلسلة حلقات قراءة المستقبل. سنتناول في حلقة الليلة موضوع التنبؤات وقراءة المستقبل وتأثيرها على الواقع السياسي العالمي. نحن في ضيافة سماحة الشيخ الغزي. سلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. معنا في هذه الحلقة الحاج فلاح الخضري. أهلا وسهلا دكتور. المهندس خالد العواد. السيد عمار الخياط. السيد مؤيد الحسيني. أهلا وسهلا دكتور. والدكتور زياد العواد. أهلا وسهلا. شيخنا، تمر في هذه الأيام علينا ذكرى سقوط الصنم، الذكرى السابعة لسقوط الصنم. سؤالي هو: ما هي خلفية قدوم القوات الأمريكية لإسقاط صدام؟ وهل لهذا الموضوع ولهذا التوقيت ارتباط بالموضوع الذي نناقشه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. الجواب على سؤالك هذا يعود بي وبذاكرتي إلى أيام ربما قد تكون بعيدة بعض الشيء. أبدأ من هنا. أتذكر وكنت حينها صغيرا في السن، قرأت في مجلة الدستور اللبنانية في السبعينات مقابلة، ولا زلت إلى الآن أتذكر في الصفحات الأخيرة من مجلة الدستور اللبنانية مقابلة، على ما أتذكر كانت في أربع صفحات. كانت المقابلة مع وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، ولا زلت إلى الآن أتذكر أنهم كتبوا في بداية الموضوع، كانوا يتحدثون عن الحياة الشخصية لهنري كيسنجر، عن ولادته وعن أصله اليهودي وعن دراسته، ولا زال يخطر في بالي أنهم تحدثوا عن قرويته في التصرف، كيف أنه يتصرف بشكل قروي بحيث لا يراعي الأتكيت مع أنه وزير الخارجية الأمريكية، حينما يأكل، حينما يشرب، حينما ينام أو يتصرف، حتى في وسط الحفلات الرسمية ما كان يراعي الأتكيت. على أي حال، هذه بقايا مما أتذكره من تلكم المقابلة التي نشرتها مجلة الدستور اللبنانية آنذاك في السبعينات. ولا زال يخطر في بالي سؤال وجه له فأجاب، وكان جواب كيسنجر بخصوص أهمية النفط للولايات المتحدة الأمريكية، كان جوابه هكذا: أنه لا بد للأمريكان في غضون 20 سنة القادمة لا بد لهم من السيطرة العسكرية على منابع النفط. هذا الكلام أنا أتذكر قرأته في السبعينات وفي بداية السبعينات، أيام كان هنري كيسنجر وزيرا للخارجية في حكومة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون. وفعلا يعني بعد 20 سنة وصلت القوات الأمريكية إلى منطقة الخليج، إلى حيث منابع النفط.
فهناك رؤية استراتيجية عند الدول الكبرى، دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ربما لم يعرف التاريخ دولة بعظمتها وقوتها وإمكاناتها على جميع المستويات، إمكانات العسكرية، الإمكانات الاقتصادية، في الزراعة، في الصناعة، وفي العلم، وفي الثقافة، وفي كل شيء، في كل جهات الحياة المعاصرة. قطعا دولة بهذه الضخامة وبهذه العظمة لابد أن تملك رؤية استراتيجية لمدة زمنية ولمستقبل بعيد. فليس غريبا أن يتحدث كيسنجر بمثل هذا الكلام، وأن يقول أنه لابد في غضون 20 سنة القادمة أن تصل القوات الأمريكية إلى منابع النفط، وفعلا وصلت. كانت بداية وصول القوات الأمريكية، وصول الأساطيل الأمريكية، إبان الحرب العراقية الإيرانية. نحن إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الموضوع، إلى موضوع العراق ومجيء القوات الأمريكية إلى العراق وإسقاط نظام الصدام البعثي، قطعا هناك جملة من الأمور تكون خلف هذا المخطط. قرار مثل هذا القرار قرار استراتيجي، والقرار الاستراتيجي أو المخطط الاستراتيجي لا يصدر عن رغبة شخصية. والولايات المتحدة الأمريكية لا تتحرك في مخططاتها وفي برامجها وفقا لرغبات شخصية لأشخاص معينين. هناك مؤسسات، هناك مؤسسات فكرية، هناك مؤسسات سياسية، هناك مؤسسات اقتصادية، وهناك شركات عملاقة ضخمة لها تأثير كبير على الوضع السياسي في داخل الولايات المتحدة وفي خارج الولايات المتحدة. فهناك جهات عديدة تكون خلف المخطط الاستراتيجي أو خلف القرار الأمريكي، سواء على المستوى الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية أو على المستوى الخارجي. بحسب تتبعي لما يكتب ولما ينشر في الوسط السياسي، في الوسط الفكري، في الوسط الثقافي، أجد أن هناك جملة من العوامل أو جملة من الاتجاهات هي التي دفعت بالقوات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط. طبعا هناك عامل أساسي وكبير هو العامل الاقتصادي. لا شك أن النفط له الأثر الكبير في قدوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط عموما وإلى العراق خصوصا. والولايات المتحدة الأمريكية كانت تبحث عن حجة للمجيء إلى العراق. نحن في حديثي دردشة، لذلك قد أشير إلى بعض الأمور التي قد تكون شخصية نوعا ما. في اليوم 11 من شهر سبتمبر، الشهر 9 سنة 2001، كنت جالسا في غرفتي منشغلا بكتابة بعض الأشياء، وفجأة رن جرس التليفون الموبايل، فأخذت الموبايل. كان الذي يحدثني أحد الإخوان، قال لي: شيخنا قريب من عندك التلفزيون؟ وكان جهاز التلفزيون في الغرفة المجاورة لغرفتي. قلت نعم. قال: بسرعة بسرعة
على الجزيرة. وفعلا هو كان التلفزيون في الغرفة المجاورة وكان على قناة الجزيرة، لأنني كنت قبل قليل أستمع للأخبار ثم ذهبت إلى الغرفة الثانية لكتابة بعض الأمور. فلما ولجت إلى الغرفة كان على شاشة التلفزيون على قناة الجزيرة الطائرة وهي تضرب، تدخل في الصورة المعروفة، يعني الصورة التي أصبحت أشهر صورة في العالم، الطائرة وهي تدخل في بناية مركز التجارة العالمي. طبعا هو التصوير الأول نقلته CNN، بعد ذلك نقلته القنوات التلفزيونية والقنوات الفضائية الأخرى. الحقيقة أنا في تلك اللحظة أول شيء خطر في بالي أن صدام قد انتهى. بحسب متابعتي للأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوساط ومتابعتي للواقع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعتي لما ينشر وما يكتب في وسائل الإعلام والمؤلفات الحديثة التي تصدر، كنت أترقب يعني أن يحدث حدث بسببه الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى العراق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ليس تنبؤا غيبيا أبدا، ليس من باب التنبؤ ونحن نتحدث عن التنبؤ، لا، وإنما من خلال المتابعة لما ينشر ومن خلال معرفتي بالأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوساط وفي العراق بشكل خاص وللأوضاع السياسية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، فالأمريكان كانوا يبحثون عن أي حجة لأجل أن يذهبوا إلى العراق. فحينما رأيت الطائرة تضرب البناية، بناية مركز التجارة العالمي، عرفت أن الأمريكان قد وجدوا الحجة. وفعلا كان أحد الأخوان كان قد استشارني قضية يريد أن يشتري يعني أرضا أو بيتا في العراق، وكنت قد نصحته بأن لا يفعل ذلك، لكن لما رأيت هذه القضية الآن قد يسمعني، هو قد يسمعني وقد يشاهد الحلقة هذه من برنامج ندوة المودة، اتصلت به بعد ذلك بساعة يمكن، قلت له إذا تريد أن تشتري هذه الأرض أو هذا البيت فاشتري، لأن صدام قد انتهى، قضيته قضية وقت. فعلا بعد ذلك يعني بفترة لما كتبت بعض الأمور وكتب بعض السياسيين عن الأحداث التي جرت بعد عملية 11 سبتمبر في نيويورك، كانت رغبة الرئيس الأمريكي أن يهاجم العراق، لكن المستشارين أشاروا عليه بأن، وهذا مكتوب في عدة كتب لكتاب أمريكان، لكن مستشاري الرئيس الأمريكي نصحوه بأن يبدأ بأفغانستان ثم يعرج على العراق بعد ذلك، باعتبار أن الضربة جاءت من أفغانستان، جاءت من القاعدة والقاعدة في أفغانستان، فنصحوه أن تكون البداية من أفغانستان وبعد ذلك يكون التعريج على العراق. فالقضية يعني قضية لم تكن وليدة الساعة، موضوع كما قلت قبل قليل، موضوع بهذا العمق الاستراتيجي لم يكن وليدة الساعة ولم يكن لرغبة شخصية، كانوا يبحثون عن حجة، كانوا يبحثون عن سبب، والهدف يعني بالدرجة الأولى هو السيطرة على منابع النفط، لأن قضية النفط قضية بالغة الخطورة. أنا لست خبيرا يعني في شؤون النفط، لكنني بحسب المتابعة والمطالعة لما يكتب
على سبيل المثال هذا مقطع ينقله الكاتب الفرنسي روجر غارودي في كتابه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، هذا الكتاب الذي يعني منعت طباعته في فرنسا وقدم للمحاكمة روجر غارودي بسببه. ينقل كلام عن اللورد بلفور وزير الخارجية البريطاني صاحب الوعد المشهور وعد بلفور، يقول صرح اللورد بلفور في الوقت الذي يعني أصدر وعده لليهود ماذا قال؟ قال: لا تهم كثيرا طبيعة النظام الذي يتعين علينا إقامته لكي نحتفظ بنفط الشرق الأوسط، فالأمر الأساسي هو أن يظل هذا النفط في متناول يدنا. هذا كلام سنة 1917، فالأمر الأساسي هو أن يظل هذا النفط في متناول يدنا. فمقصودي أن أهمية النفط، يعني هذه الكلمة وأمثالها تشير إلى أهمية النفط. ربما الدول التي تملك النفط هي لا تعرف أهميته، يعني الدول المصدرة، لا أعني أنها لا تعرف أهميته بالمرة، ليس مقصودي هذا، ولكن لا تعرف أهمية النفط كما يعرفه الغربيون بشكل عام والحكومة الأمريكية بشكل خاص. الدراسات النفطية الموجودة الآن هكذا يتوقعون، توقع من قال بأنه صحيح، يتوقعون بأن النفط في العالم ينضب في حدود ما بين 80 إلى 100 سنة. لذلك تلاحظون الآن اهتمام عالمي كبير بقضية الطاقة البديلة، البديلة عن النفط. هناك اهتمام كبير خصوصا يعني في العشر سنوات الأخيرة، وبدأ الآن ينتشر مسألة الوقود الحيوي. فيعني هناك توقع من أن النفط ينضب ما بين 80 إلى 100 سنة خلال القرن القادم، ويقال هكذا، يعني خبراء النفط يقولون بأن آخر برميل نفط سيكون خارجا من العراق، يقولون هكذا أن آخر برميل نفط يكون خارجا من العراق لسببين. السبب الأول هو ضخامة الاحتياط العراقي النفطي، والسبب الثاني أن قعر الآبار النفطية العراقية، البحيرة النفطية العراقية، أعمق من بقية الآبار النفطية المحيطة بها. فيقولون بأن يعني البحيرة عميقة، بحيرة النفط العراقية الموجودة في باطن الأرض عميقة جدا، فيقولون بأن آخر برميل سيخرج من العراق. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل التي هي ليست من اختصاصي، لكن الآن الشائع في الدراسات المكتوبة أن الاحتياط النفط العراقي يصل إلى 120 مليار، وهناك من يقول بأن احتياط النفط العراقي، يقولون هناك وثائق في وزارة النفط العراقية، والتي أول ما دخل الأمريكان سيطروا عليها وتركوا كل شيء للفرهود. ينقلون الأخوان أنه طبعا هذه كلمة الفرهود
هذه كلمة تركية، وكان الأتراك في العراق يقومون بها في المناطق الشيعية. الحكم العثماني الجائر والحكم العثماني الظالم والذي لا يتحدث عنه الكثيرون ويدافع عنه المخالفون لأهل البيت بشكل قوي، هذه من جملة القوانين والسنن السيئة التي تركها العثمانيون في المناطق الشيعية. الفرهود كانوا يعني يفرهدون أي مكان، كان هذا المكان بيتا محلا سوقا في المناطق الشيعية إذا غضبوا عليه. فهذه القضية أصولها تعود إلى الحكم العثماني. فالإخوان ينقلون أن الجنود الأمريكان أيضا في بعض الأحيان ماذا يعني ينادون، يصيحون في وسط الناس، فبدل أن يقولوا فرهود يقولون فهرود، يعني الكلمة وفقا لللفظ الإنجليزي، يعني وفقا للكنة الإنجليزية فهرود. فالأمريكان سيطروا على وزارة النفط وصيحة في البقية بالفهرود، فيقولون هناك وثائق موجودة وخرائط موجودة في وزارة النفط العراقية تقول هكذا، بأن احتياط النفط العراقي يصل إلى 300 مليار، ليس إلى 120 مليار برميل من النفط، إلى 300 مليار أو أكثر من ذلك. وإذا كان هذا الرقم صحيحا فيعني كل الدراسات والجداول التي نشرت في المجلات المتخصصة بالاقتصاد لابد أن تتبدل، لأن كل الدراسات والكتب والتصورات والتحليلات بنيت على أن احتياط النفط العراقي ما بين 100 إلى 120 مليار برميل. أما إذا كان هذا الكلام صحيحا أنه 300 مليار أو أكثر من ذلك هو النفط العراقي الاحتياطي، فسيكون يعني هو الاحتياط الأول في العالم، لا كما هو شاع الآن بأن الاحتياط الأول هو في السعودية والعراق يمثل الاحتياط الثاني في العالم. هناك قضية يشير إليها الخبراء العسكريون، يقولون أن القاعدة الجوية الموجودة في مدينة الناصرية، هذه القاعدة وهي قاعدة الآن أمريكية، لا أدري سيتركونها يبقون فيها، لكن فعلا الآن هي هذه القاعدة أمريكية. لكن هناك من الخبراء العسكريين من يقول، قرأت ذلك في بعض الدراسات المكتوبة، يقول بأنه إذا أردنا أن نأخذ شعاعا بمسافة 1000 ميل من هذه القاعدة، يعني أن نرسم دائرة نصف قطر الدائرة يصل إلى 1000 ميل، ما يقرب من 1000 ميل، ما بين يعني 700 ميل إلى 1000 ميل، يقول فإن هذه الدائرة ستقع فيها يعني أكثر من ثلثي نفط العالم، باعتبار سيقع العراق ضمن الدائرة وإيران أيضا ودول الخليج تقع ضمن هذه الدائرة، وأيضا نفط قزوين، والاهتمام الأمريكي الآن بنفط قزوين قد يفوق اهتمام الأمريكان بنفط منطقة الخليج، هناك اهتمام كبير بنفط منطقة قزوين. فهذه المنطقة من العراق وإيران ودول الخليج، السعودية ودول الخليج الباقية، زائدا نفط قزوين، فهذا يشكل ثلثي احتياطي نفط العالم. هؤلاء الخبراء العسكريون
يقولون هذا الشعاع أو نصف القطر الذي يتراوح ما بين 700 إلى 1000 ميل، المسافة التي تتمكن الطائرات الأمريكية الحديثة أن تصل إليها من دون الاحتياج إلى وقود. إذا تنطلق من هذه القاعدة يمكن أن تصل إلى هذه المسافات من دون أن تحتاج إلى وقود، يعني تكون هذه الدائرة في مرمى هذه القاعدة الجوية الأمريكية إذا بقيت أمريكية. على حال هو كلام، نحن هنا كما كنا في الحلقات السابقة هو مجرد دردشة، كلام يقال هنا وهناك ودراسات تكتب وأبحاث وكتب تنشر. أنا كل الذي أصنعه أو أفعله هو أنقل من هذه الكتب ومن هذه الدراسات. الحديث يبقى يعني حول النفط، والنفط هو العامل الرئيس والعامل الأساس في حركة العالم، في حركة العالم. حينما أقول لأن حركة العالم، حركة الحياة في العالم متوقفة على حركة الاقتصاد، ومحرك الاقتصاد العالمي هو النفط. الآن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عدد سكانها، نسبة سكان الولايات المتحدة إلى العالم 5%، يعني إذا أردنا أن نجري نسبة مئوية بين عدد سكان العالم وبين عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية، عدد سكان الولايات المتحدة 5% من سكان العالم، لكنهم ينفقون من نفط العالم ما يقرب من 30% الآن في الوقت الحاضر، ما يقرب من 30% من نفط العالم ينفق ويصرف ويستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الخبراء يتوقعون، الخبراء يتوقعون، وللعلم أن أكثر دولة تصدر نفط الولايات المتحدة الأمريكية هي كندا بالنسبة والتناسب مقصودي. الاحتياطي المجموع كما هو المعروف يعني الآن بين خبراء النفط، الاحتياطي النفطي مجموعا ما بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى 32 مليار. فلو نجري مقارنة بين الاحتياطيات الموجودة في المنطقة، في السعودية، في العراق وسائر المنطقة، كما قلنا هذه الدائرة يعني بما فيها إيران وبحر قزوين وبقية دول الخليج، ما يقرب من ثلثي نفط العالم. الولايات المتحدة الأمريكية الاحتياط الموجود فيها مع احتياط كندا الدولة القريبة ذات العلاقات القوية والوثيقة وكأنها ولاية من الولايات الأمريكية كندا، 32 مليار برميل من النفط، بينما العراق على الاحتمال الأول الأقل 120 مليار. فيعني قطعا لابد أن يكون النظر الأمريكي متوجه لنفط العراق وللعراق بشكل خاص، باعتبار أن هناك مبررات كثيرة تسمح للأمريكان بالمجيء إلى العراق. والقضية هذه يعني قضية يعني بدأت خيوطها الأولى منذ احتلال صدام للكويت. يعني نحن إذا أردنا أن ندرس قضية احتلال صدام للكويت نجد القضية أشبه ما تكون بشخص يريد أن يمسك بمثلا بنعجة بشات فيشير إليها بباقة من العلف، بباقة من الجت أو البرسيم،
وشيئا فشيئا يجرها حتى يمسك بها. وفعلا هم هكذا فعلوا مع صدام، جاءوا به، وصدام يعني شخص نصف أمي لا يملك شيئا من الثقافة. صدام شخصية بغض النظر عن الأمراض النفسية الكثيرة والتي سببها المنشأ، والعراقيون يعرفون العائلة التي نشأ فيها صدام ويعرفون قصة أمه، وهذه التفاصيل معروفة عند العراقيين والتي سببت له عقدا نفسية كثيرة، وهذه قضايا معروفة العراقيون يعرفونها بشكل مفصل لا حاجة للتوغل فيها. فهو نصف أمي يعني هو يرفع شعار العروبة وشعاره أمة عربية واحدة، ويتحدث عن العروبة وهو لا يحسن أن يقرأ سطرين من اللغة العربية. ثم تعرفون حينما يقرأ الخطابات الأخطاء الكثيرة التي لا يحسن قراءة سطرين من خطاب مكتوب له. يعني أنا كنت أستمع إلى خطابات صدام لا أجد أنه يتمكن أو يحسن قراءة سطرين بالشكل العربي الصحيح. فرجل يعني نصف أمي، ومع العقد النفسية ومع الثقافة البدوية، هو من بيئته منطقته تسيطر عليها الثقافة يعني العرف البدوي، فيتصرف في كثير من الأحيان تصرفا بدويا، تصرفا همجيا، يندفع لمسألة عاطفية من دون دراسة ومن دون معرفة عواقب الأمور. وطبعا هذه القضية خطط لها بليل بعد خروج العراق من الحرب العراقية الإيرانية ووقف أطلاق النار. بدأت الدوائر العالمية توحي إلى صدام بأن العراق، وهذا كان ينشر طبعا في الصحف الأمريكية، وصدام كان عنده هوس بمتابعة الصحف الأمريكية، وليس صدام، حتى الرؤساء العرب عندهم هوس بمتابعة الصحف الأمريكية، خصوصا هناك بعض الصحف المشهورة مثل الواشنطن بوست وأمثالها، الصحف الأمريكية المشهورة التي يمكن من خلالها تعرف السياسة الأمريكية المستقبلية. حتى الساسة الأمريكان يهتمون بهذه الصحف. على أي حال، فكان ينشر في وسائل الإعلام أن العراق لا يستطيع أن يأخذ دوره الريادي أو دوره السابق في أن يكون يعني شرط المنطقة ما لم يكون عنده اقتصاد قوي. والعراق الآن خرج مثقل بديون من الحرب العراقية الإيرانية، فعليه أن يدخل في مسألة اقتصاد السوق، السوق الحر، الاقتصاد الحر، وعليه أن يبحث عن اتفاقيات اقتصادية أو أن يكون هناك اتحاد مع دول غنية في المنطقة. كان هذا الكلام يطرح، ولذلك كان صدام بدأت هذه الفكرة تتسرب إلى ذهنه أن ينشئ منطقة اقتصادية حرة في جزيرة وربا وبوبيان، والتي طلب أن يؤجرها من الكويت، جزيرة كويتية لمدة 99 سنة. ودخل في هذه الدوامة، بالنتيجة أدخلوها. إحنا الآن موضوعنا ليس عن دخول صدام إلى الكويت، بالنتيجة كما قلت مثل هذا الذي يشير إلى شات بباقة من الجت أو البرسيم، وإلى أن أدخلوه في القفص. بعد أن أدخلوه ضربوه، كما في المثل العربي يقولون كالباحث عن حتفه بظلفه. قصة هذا المثل يقال أن قصابا أراد أن يذبح خروفا، فما وجد سكينا، لم يجد سكينا، فأخذ يلتفت يمنة يسرى، كان قد نسي سكينه. الخروف بدأ يبحث في الأرض برجله،
وهو يبحث برجله أخرج سكينا من أركان، هناك سكين تحت التراب أخرجها، فالقصاب أخذ السكين وذبح الخروف. هكذا قالوا كالباحث عن حتفه بظلفه، هو بحث بظلفه عن حتفه. صدام كانت قضيته في الكويت هكذا، كان كالباحث عن حتفه بظلفه. على أي حال إن هذه المطالب يعني بعضها يدخل على البعض الآخر، لكن يبقى حديثي عن النفط. النفط هو العامل الأول والعامل الرئيس. الولايات المتحدة الأمريكية ربما للعلم هي تستورد النفط، كمية النفط المستوردة من غير دول الخليج أكثر، يتستورد من دول أخرى، يعني تستورد مثلا من كندا، تستورد من المكسيك، من فنزويلا، من دول أخرى كثيرة تستورد. يعني إذا أردنا أن يعني أن نقوم بدراسة للنسبة التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية من دول الخليج من منطقة الشرق الأوسط، فربما تكون بنسبة الربع، الربع أو أقل من ذلك حسب يعني الجداول التي اطلعت عليها في الدراسات النفطية المكتوبة عن نفط العالم بشكل عام. يعني فلكن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر للمستقبل، تخطيط للمستقبل، ولا تريد للصين ولليابان وللدول الغربية الأخرى أن تسيطر على منابع النفط، فهي تريد أن تؤمن مستقبلها وفي نفس الوقت تكون السيطرة لها حتى تتمكن أيضا من التحكم باقتصاديات الدول الأخرى. يعني هناك هدف ليس فقط يعني قضية السيطرة على النفط، وإنما التحكم أيضا باقتصاديات الدول الأخرى، تكون اقتصاديات الدول الأخرى تحت سيطرتها، تحت هيمنتها. لأنه الآن ما يصدر من نفط منطقة الخليج إلى الصين وإلى اليابان وإلى الدول الغربية أكثر مما يصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حسب الدراسات التي راجعتها. لا أدري مدى دقة أو صحة هذه الدراسات، لكن هي هذه الدراسات المعروفة الآن الموجودة في مصادر دراسات النفط. فتبقى يعني الحاجة، حاجة الولايات المتحدة الأمريكية للنفط أولا للهيمنة على العالم، وثانيا لحاجتها هي للنفط. وكذلك إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن استخراج النفط الأمريكي داخل الولايات المتحدة الأمريكية عالي الكلفة، أكثر يكلف الأمريكان أكثر مما لو استوردوا النفط من منطقة الشرق الأوسط أو من الدول الأخرى. والمتوقع للولايات المتحدة الأمريكية أنه سنة 2020 حاجتها للنفط ستتضاعف أكثر من مرة. يعني على سبيل المثال إذا نفرض الآن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يعني الآن نفرض تحتاج إلى 20 مليون برميل يوميا، يعني في سنة 2020 يعني 2020 يعني سنوات قليلة، يعني غمض فتح ستأتي سنة 2020. سنة 2020 يقولون الخبراء، يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية أولا يعني عدد السكان سيزداد، وبالتالي إذا ازداد عدد السكان طبعا سيزداد عدد المعامل والصناعات والسيارات وإلى آخره، التطور الصناعي، التطور العسكري الهائل في الولايات المتحدة الأمريكية. يقولون أن حاجتها ستكون أكثر من الضعف،
يعني أكثر من 40 مليون برميل يوميا، إذا حسب ما يقدر الآن ما يقرب من 20 مليون برميل مثلا يوميا حسب التقديرات. وعلى أي حال يعني يبقى النفط يعني هو العامل الأول والأخير في حركة الاقتصاد العالمي، والاقتصاد يبقى هو أيضا العامل الأول والأخير في وجود الدول وفي قوتها. من هنا يعني تكون قضية النفط قضية أساسية وقضية رئيسة جدا في خلفيات القرار الأمريكي ومجيء الأمريكان إلى العراق. أنا لا أقول إن هذا هو يعني العامل الأول والأخير، أقول هو هذا العامل الأول، وهناك طبعا عوامل وأسباب أخرى أيضا البعض منها يدخل في الدائرة الاقتصادية والبعض منها يكون خارج الدائرة الاقتصادية. الذي يكون داخل الدائرة الاقتصادية هو يعني مسألة الشركات الكبرى التي تعاني من كساد، منها شركات التصنيع النفطي، ومنها الشركات التصنيع العسكري الأسلحة، ومنها الشركات المتنوعة الكبيرة الأخرى، وهذه تحتاج إلى سوق، تحتاج إلى سوق. المجيء إلى منطقة الشرق الأوسط سيفتح لها سوقا كبيرا، ليس فقط في العراق، في العراق والمنطقة، لأن مجيء الأمريكان إلى الشرق الأوسط أدى إلى تغيير الثقافة السياسية، يعني النظرة السياسية، التفكير السياسي، التفكير الإداري، التفكير المخابراتي، التفكير الاقتصادي في جميع اتجاهاته، ليس فقط في العراق فقط وإنما في دول المنطقة. بعد مجيء الأمريكان، حينما جاء الأمريكان وأسقطوا النظام العراقي السابق تغيرت المعادلات السياسية في المنطقة، سواء بشكلها الظاهري أو حتى بشكلها الباطني ما وراء الكواليس، المعادلات والموازنات السياسية تغيرت، والتفكير السياسي والاقتصادي في المنطقة تغير. لذلك يعني فتح سوق جديد إن كان في العراق أو في دول المنطقة لهذه الشركات الأمريكية العملاقة. فطبعا العامل الاقتصادي عامل مهم إن كان في قضية النفط أو قضية الشركات الأخرى. وهناك عوامل أخرى، هناك العامل الفكري، العامل الفكري له تأثير كبير أيضا، يعني مؤسسات الفكر السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بهذا الشكل، يعني أنه لابد من أن تكون القوة الأمريكية هي القوة المهيمنة على العالم، ولا بد من أن تكون الثقافة الأمريكية هي الثقافة المهيمنة على العالم. نحن الآن في مرحلة الأمركة، وكانت قبل هذه المرحلة ما تسمى بالعولمة، مرحلة العولمة. الآن فعلا نحن في مرحلة الأمركة، وما يقال أو يكتب عن ضعف الولايات المتحدة الأمريكية أو فشل المخططات الأمريكية، هذا يعني إذا أردنا أن نبحث عن خلفياته في الغالب يعني هناك مسائل نفسية وراء هذا الكلام، وإلا إذا أخذت القضية بشكل دقيق، إذا أخذت القضية بشكل دقيق ودرست دراسة علمية، مثلا الأمريكان يعني لم يخسروا خسائر كبيرة في العراق، وهناك من يقول بأنه ما يشاع عن فشل المشروع الأمريكي في العراق نفس الدوائر الأمريكية هي التي تشيع هذا الأمر، لأي سبب؟ حتى تضعف حدة العداء
نتيجة أنت حينما مثلا هؤلاء الذين يعادون الولايات المتحدة الأمريكية حينما مثلا يشبعون بفكرة أن الأمريكان قد فشل مشروعهم مثلا في العراق أو فشل مشروعهم في المنطقة، ستخف حدة العداء عندهم، وربما يكتفون بالكلام فقط، لا يترجمون هذا الأمر بفعل مضاد للمصالح الأمريكية، لأنهم ستهدأ رغبتهم بالانتقام بسبب فشل المشروع الأمريكي. أما حينما يقال بأن المشروع الأمريكي قد نجح في العراق أو نجح في المنطقة، هذا يثير العداء عند الجهات المعادية للأمريكان. وإلا أنت الآن إذا تريد أن تنظر إلى القضية بشكل مجرد تجد أن المشروع الأمريكي قد نجح. المشروع الأمريكي نجح من عدة جهات. المشروع الأمريكي نجح بالهيمنة الأمريكية على المنطقة، وفعلا حصلت الهيمنة الأمريكية على المنطقة. المشروع الأمريكي نجح في أنهم بهذه الخطوة أخافوا دول العالم، وأول الذين خافوا هم الدول العربية ودول المنطقة. دعنا من وسائل الإعلام وما يقال في وسائل الإعلام، الذي يقال في وسائل الإعلام لا قيمة له، الحقائق الموجودة على أرض الواقع هي التي تشهد بذلك. وهناك تفاصيل كثيرة أنا لا أريد الخوض فيها، لذلك ربما يصدق هؤلاء القائلون بأن هذا الكلام الذي يثار عن فشل المشروع الأمريكي أصلا هي الدوائر الأمريكية وراء إثارته لأجل تبريد حالة العداء، لأن الذين يعادون الأمريكان حينما يشبعون بهذه الفكرة، والإعلام له تأثير كبير عندما يكون هناك إشباع بهذه الفكرة أن المشروع الأمريكي قد فشل، فحينئذ يكتفون بالكلام فقط لا يقومون بالفعل، لأنهم أيضا قد يرون أنفسهم أنهم كانوا سببا في إفشال المشروع الأمريكي، فيقتنعون بأنهم قد أدوا دورهم. وإلا كم هو عدد الذين قتلوا من الجيش الأمريكي؟ بالآلاف. مع العلم الموجود في الدراسات التي كتبت أن الأمريكان كانوا يتوقعون أنهم سيقدمون من الخسائر للدخول إلى بغداد ما يقرب من 20,000، وهم ما قدموا ولا أحد. إذا تتذكرون هذا الصحاف كان في المؤتمر الصحفي ويصرخ العلوج والعلوج، والدبابات الأمريكية عبرت على الجسر، وحينما أخبروه فر، أخبروه بأن الدبابات وصلت قريبا من البناية التي كان قد عقد فيها مؤتمره الصحفي. فخلفية القرار الأمريكي كما أنه قضية النفط، القضية الفكرية، العامل الفكري، العامل الفكري ينشأ من عدة أمور. أحد هذه الأمور التي ينشأ منها العامل الفكري الذي يدعو إلى الهيمنة هو تراكم القوة عند الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه قضية طبيعية. هذه قضية طبيعية، الآن مثلا على سبيل المثال، وهذه قضية موجودة في الأفراد وموجودة في المجتمعات والدول. الآن مثلا إذا كان شخص مثلا ملاكم من أبطال الملاكمة، تجد دائما حينما يتحدث، إذا كان يتحدث عن مناقبه يتحدث كيف لكم هذا الشخص وأوقع ذلك الشخص، وحدث له شجار في الباص، أو حدث له شجار في المدرسة، أو حدث له شجار في الشارع، وهدد ذلك الشخص وأخاف ذلك، وكل حديثة. وحتى لو شكى له شخص قضية ما من شخص آخر، يقول لماذا لم تلكمه، يتحدث في هذه الدائرة.
لأن القوة المتراكمة عنده هي قوة الملاكمة. وتجد شخصا آخر القوة الموجودة عنده العلم والفكر، فحينما يعني يريد أن يدخل يعني في خلاف مع شخص يذهب إلى الحوار والنقاش والمحاججة، لأن القوة المتراكمة عنده هي القوة العلمية. وآخر الذي يملك الأموال يفهم الحياة ويريد دائما أن يصل إلى أهدافه من طريق الأموال، فيعتبر أن لكل شيء ثمن ولكل إنسان ثمن، فيصل إلى أهدافه من طريق القوة المتراكمة عنده. وهذه طبيعة بشرية، يعني الإنسان ينطلق في حركته من خلال القوة المتراكمة عنده أيا كان نوع هذه القوة. وبعض الأحيان قد تكمن القوة في الضعف، كما يقال بأن بعض الأحيان القوة تكون في الضعف، فمثلا الدول الصغيرة تستفيد من ضعفها. لماذا؟ لأنها تجد أن قوتها في ضعفها. هذه طبيعة بشرية. الدول أيضا هي عبارة، المجتمعات هي مجموعة من البشر، يعني إذا أردنا أن نحلل المجتمع البشري هو أفراد، والدول أيضا هي أفراد. وهذه الطبيعة الفردية أن الإنسان يعني يفكر دائما بقوته المتراكمة عنده، قوة مالية، قوة بدنية، قوة ذهنية، بحسب القوة الموجودة عنده. حتى الأطفال مثلا حينما يلعبون، إذا كان طفل من الأطفال يعني يملك سرعة الجري الركض، فدائما يدعو الأطفال للتسابق جريا أو ركضا. هذه قضية فطرية موجودة عند الإنسان في البنية البشرية، وهكذا كل واحد. الدول أيضا نفس الشيء. يعني هاي القضية ليش حالة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني الآن لو نفترض أي دولة من الدول العربية، أي دولة من الدول الإسلامية، أي دولة من هذه الدول التي يقال عنها أنها مثلا دول ضعيفة أو مظلومة، أو أن الأمريكان يتحكمون بأمورها، لو كانت عندهم قوة الولايات المتحدة الأمريكية لفعلوا نفس الشيء. هذه قضية طبيعية. الولايات المتحدة الأمريكية عندها قوة هائلة متراكمة، قوة ضخمة، بحيث تقرؤون أنتم تعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية سنويا تلقي في المحيط الهادي وفي المحيط الأطلسي الملايين من أطنان الحنطة لأجل الحفاظ على سعر الحنطة في السوق. يعني كم عندها من الحنطة المتراكمة، وهي أكبر دولة في العالم مع ذلك تصدر الحنطة، هي أكبر دولة في العالم تصدر الحنطة، ومن أكثر دول العالم إنفاقا واستهلاكا للحنطة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر دول العالم تستهلك مواد غذائية، إن كان الإنسان يستهلكها أو تكون زائدة عن حاجة الإنسان وتلقى في الفضلات مثلا، تلقى يعني في المزابل. الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر دول العالم إنفاقا واستهلاكا للأكل، والمقاس الأمريكي أنتم تعرفونه، مقاس الأمريكي في كل شيء، إن كان في يعني في المأكولات أو في أي شيء آخر، المقاسات الأمريكية معروفة. فالولايات المتحدة الأمريكية عندها قوة متراكمة في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في التكنولوجيا، في القوة العسكرية الهائلة التي لا تشبهها قوة، في غزو الفضاء، في كل شيء. هذه القوة المتراكمة تجعل من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل طبيعي أنها تندفع للسيطرة على العالم. أين تذهب بهذه القوة الضخمة؟ لابد لهذه القوة من أن تتنفس، فأين تتنفس قوتهم؟ في الهيمنة على العالم، في السيطرة على العالم، وهذا شيء طبيعي. والتاريخ هكذا، الدول العظمى والقوية تفرض سلطتها وقوتها على الدول الضعيفة. فالعامل الفكري يعني الذي يدفع المؤسسات الفكرية الأمريكية، المؤسسات السياسية لفرض الثقافة الأمريكية
لأنهم هكذا يفكرون، يقولون إن الديمقراطية الليبرالية الأمريكية هي الحل الناجع والوحيد لأي شيء، لأن يحكم السلام في العالم. هناك مؤسسات كثيرة تفكر بهذه الطريقة، وجامعات ومعاهد فكرية ومعاهد دراسات، أن الديمقراطية الليبرالية الأمريكية هي الوحيدة القادرة في العالم على أن تنشر السلام في العالم. يقولون لأن العالم بحاجة إلى السلام، وهم ينشرون السلام عن طريق الحروب، هم ينشرون السلام عن طريق الحروب. فهناك تفكير بهذا الاتجاه، وهناك تفكير، طبعا هذا التفكير لم يكن وليد هذه الساعة، هذا التفكير نشأ إبان الحرب العالمية الأولى. هناك مجموعة من الفلاسفة والمفكرين الأمريكان وضعوا نظرية جديدة. أي نظرية؟ نظرية أن العالم لا يمكن أن يسود. كانت هناك نظرية سابقا موجودة، النظرية القديمة، والآن هناك من يطرحها في الوقت الحاضر. كانت نظرية أن الدول المتقدمة يعني ما التي نشأت بعد عصر الأنوار الذي نشأ بعد الثورة الفرنسية. للعلم أن الثورة الأمريكية كانت قبل الثورة الفرنسية، لكن لأن الثورة الأمريكية كانت بعيدة عن عالمنا فلم يصل تأثيرها. وإلا تاريخيا الثورة الأمريكية التي غيرت الوضع في أمريكا، وبعدها نشأت الولايات المتحدة الأمريكية شيئا فشيئا، من جهة تاريخية الثورة الأمريكية حدثت قبل الثورة، بدايات الثورة الأمريكية قبل الثورة الفرنسية. على أي حال، لكن الثورة الفرنسية كان تأثيرها كبيرا جدا في العالم القديم، يعني العالم القديم المقصود به أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهذا الذي يسمى بالعالم القديم. والعالم الجديد العالم الذي اكتشف بعد ذلك. فكان تأثير الثورة الفرنسية على العالم القديم أكثر، لأنه ما كان هناك اتصال مع العالم الجديد. فبعد عصر الأنوار جاء العصر التقدمي، الدول المتقدمة. فكانت هناك فكرة أن الدول المتقدمة لأنها تركت عصر الظلمات ودخلت في عصر الأنوار، وعصر الأنوار ولد الديمقراطية وجاء بالقوانين وجاء بالثقافة وجاء بالفكر الجديد، فكان هناك نظرية بأن هذه الدول لن تدخل في حروب. ولكن حدثت الحرب العالمية الأولى، وحدثت بين هذه الدول المتقدمة وما حدثت بين الدول المتخلفة. وكان مسرح الحرب العالمية الأولى هو نفس هذه الدول المتقدمة. فنشأ فكر فلسفي في الولايات المتحدة الأمريكية من أنه العالم لن يعيش في سلام إلا في ظل حكومة عالمية واحدة. هذه الفكرة نشأت بعد الحرب العالمية الأولى. فهذا الفكر هو الذي بسببه نشأت عصبة الأمم المتحدة التي كانت الأساس لهيئة الأمم. قبل هيئة الأمم كانت عصبة الأمم، عصبة الأمم كان عدد الدول فيها محدود، يعني ليس كل دول العالم مشتركة في عصبة الأمم. أظنه يعني بلغ إلى 50 دولة، أعتقد هكذا، يعني بلغ على ما أتذكر، يعني ما كنت قد يعني راجعت الكتب المختصة في هذا الأمر، لكن على ما أتذكر أنه يعني بلغ العدد الأعلى في عصبة الأمم المتحدة بلغ إلى 50 دولة أو أقل من ذلك. فكان التصور
أن عصبة الأمم هي بمثابة النواة لأي شيء، لحكومة عالمية، وأن نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن جاءت الحرب العالمية الثانية فسقطت عصبة الأمم، ليس لها تأثير باعتبار أنها كانت عبارة عن منظمة ليست فيها قوة ملزمة. لذلك أنشأوا هيئة الأمم وأنشأوا مجلس الأمن، وصار مجلس الأمن سلطة ملزمة عالميا، قوانينها وقراراتها ملزمة. بعد ما حدثت الحرب العالمية الثانية فنشأت هيئة الأمم ومجلس الأمن، وصار في مجلس الأمن الدول القوية، الدول الكبرى، حتى يكون لها قرارها يكون له مصداقية تتمكن أن تفعل. فهذه الفكرة، يعني خلفيات هذه الفكرة، أن السلام في العالم يحتاج إلى حكومة واحدة تحكم العالم. وهذه الأفكار تتوالد إلى أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية، أنا لا أقول أنها تصرفت على هذا الأساس، وإنما أقول أن الفكر الأمريكي والفلسفة الأمريكية يعني بداياتها كانت منذ بداية القرن العشرين في هذه القضية، قضية العولمة، قضية الأمركة، قضية الهيمنة على العالم، أو ما الآن تسمى بالإمبريالية الأمريكية، يعني الإمبراطورية الأمريكية، أنه أن تؤسس الحكومة الأمريكية إمبراطورية يعني يخضع لها كل العالم. لكن الخضوع سيكون كيف؟ لا يكون يعني كالخضوع مثلا في زمن الاستعمار السابق، وهو أن يكون خضوعا عسكريا بالكامل، ولكن يربط مصائر البلدان بالحكومة الأمريكية، وأن تكون القوة الأمريكية قريبة من هذه البلدان، يعني تكون السلطة على البلدان يعني ليست عسكرية كاملة، فيها شيء من العسكرية، ولكن مصير البلد يربط بالحكومة الأمريكية. وهذا ما نلاحظه نحن الآن مثلا في العراق كمصداق، أو حتى في دول الخليج. يعني الآن مثلا دول الخليج مصيرها مربوط بالحكومة الأمريكية 100%، مصير دول الخليج مربوط 100% بالحكومة الأمريكية والسياسة الأمريكية. كل دول الخليج إذا أردت أن تنظر إليها ابتداء من الكويت وانتهاء بالسعودية، فالسياسة الأمريكية يعني الجديدة هي هذه، يعني إمبراطورية أمريكية، هيمنة على العالم. هذا قلت مرده العامل الفكري، وطبعا هذا العامل الفكري بحاجة إلى بحث طويل، يعني وهذا بحاجة إلى يعني ربما حلقة كاملة إذا أردنا أن ندرس العامل الفكري وكيف تدرجت الفكرة إلى قضية الهيمنة الأمريكية وفكرة الحكومة العالمية الواحدة، وهذه لا زالت موجودة في أذهانهم، وهذه تتعاضد أيضا مع النبوءة الدينية. العامل الثالث باعتبار النبوءة الدينية تقول بأن العالم تحكمه حكومة عالمية واحدة، ملكها هو المسيح. يعني هذه الفكرة تتعاضد مع العامل الثالث. أنا قلت هناك جملة عوامل تكمن خلف القرار الأمريكي في مجيئهم إلى الشرق الأوسط، عامل النفط، العامل الاقتصادي، النفط وملحقاته الذي أشرت إليه، والعامل الفكري الفلسفي والسياسي، مسألة الهيمنة الأمريكية والحكومة العالمية، والعامل الثالث هو العامل الديني، مؤسسات الدينية. يعني وهذه القضية بدأت قوية من زمان، في زمان ريغان، لكنها ظهرت بشكل واضح وقوي على يد الرئيس جورج بوش الابن. كلمات جورج بوش كلمات قوية جدا، الجهاد الخازن
الصحف اللبناني المعروف ينقل عن الرئيس الفلسطيني. الرئيس الفلسطيني التقى بالرئيس الأمريكي جورج بوش في العقبة سنة 2003 في حزيران. سنة 2003 دخلت القوات الأمريكية في الشهر الثالث في مثل هذه الأيام دخلت القوات الأمريكية للعراق حزيران يعني بعد دخولهم بثلاثة أشهر. فكان لقاء بين أبو مازن الرئيس الفلسطيني ومحمود عباس والرئيس الأمريكي في العقبة. فأبو مازن ينقل كما ينقل جهاد الخازن عن يقول بأن جورج بوش قال له يعني إن الله أمرني أن أذهب إلى أفغانستان وإن الله أمرني أن أذهب إلى العراق. يعني جورج بوش بهذه الذهنية إن الله أمرني أن أذهب إلى أفغانستان، ذهبت إلى أفغانستان بأمر من الله وجئت إلى العراق أيضا بأمر من الله. طبعا الغريب هو يعتقد بهذا، هذا ليس للاستهلاك المحلي، هذا الكلام كان في جلسة خاصة يعني ليس كلام يعني في مؤتمر صحفي، كان في جلسات خاصة يعني. هذا الكلام يقوله هو يعتقد به لأنه حتى أمه أم جورج بوش يعني أنا قرأت في أكثر من مكان تقول له أنه أنت استمع إلى حديث الله فإن الله يحدثك. أمه باربارا زوجة جورج بوش تقول له بأن الله أنت مقدس، أنت لك قدسية خاصة. وفعلا هؤلاء المسيحيون الإنجيليون يعتقدون بهذا الأمر في جورج بوش، ينظرون إلى جورج بوش بأنه ولي من الأولياء. وهذا القسيس هذا غراهام الذي هو له تأثير كبير المرشد الروحي هكذا يقول يعني علنا يعني في خطبه الدينية في محاضراته يقول بأن الله هو الذي أرسل جورج بوش، أرسله إلى البيت الأبيض مثل ما أرسل موسى إلى بني إسرائيل، أرسل جورج بوش إلى البيت الأبيض. فهذه وما يتبع ذلك، نحن تحدثنا عن النبوءة الدينية في الحلقات السابقة، صار عندنا حديث لذلك لا أعيد الكلام، لكن يعني هذه شواهد، هناك شواهد كثيرة طبعا موجودة في يعني في الكتب التي كتبت في أيام جورج بوش عن السياسة الأمريكية في أيام جورج بوش، فهي مشبعة بهذه المعاني، مشبعة بهذه الأمور، أنه كان يتحرك بفكر ديني، يعني العامل الديني كان له أثر كبير. أنا لا أقول العامل الديني فقط، أنا قلت هناك لأن جورج بوش ليس هو الذي يحرك أمريكا، جورج بوش ليس هو الذي يحرك أمريكا. يعني جورج بوش هذه هناك كلمة للفيلسوف البريطاني برنارد شو يقول يتحدث فيها في زمانه، هو الآن غير موجود برنارد شو في وقته يعني في زمانه، يتحدث برنارد شو عن الولايات المتحدة الأمريكية يقول الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن مجموعة من الشركات ورئيس البيت الأبيض هو عبارة عن مشرف عام على هذه الشركات، والشركات هي التي توصل له التفاصيل والمعلومات وعلى أساسها هو يتكلم. حتى هو يقول هكذا، يقول هو بمثابة الأصبع المبلول، هو كلمة برنارد شو هكذا يقول إن الجالس في البيت الأبيض بمثابة الأصبع المبلول يعرف به باعتبار الناس كيف يعرفون اتجاه حركة الريح. يعني إذا تريد أن تعرف اتجاه حركة الريح تبلل أصبعك وفعلى أساسه تشعر بأن الهواء
من أي جهة تأتيك البرودة؟ يعني من أي جهة أنت تبلل إصبعك فتريد أن تعرف اتجاه الهواء؟ فهو يشير إلى هذه القضية، يقول إن الرئيس الأمريكي هو علما هو لا يسمى رئيس الجمهورية. أنا بعض الأحيان أقرأ في الصحف العربية وخطأ، هو رئيس الإدارة الأمريكية، ولا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس جمهورية، لأنه يعني الصحافة العربية متعودة على رئيس الجمهورية، فدائما بالقنوات الفضائية العربية يقولون رئيس الجمهورية، هو لا يقال له رئيس جمهورية، هو رئيس الإدارة الأمريكية. فيقول هو مثل الأصبع المبلول، الشركات يعني تستفيد منه. على أي حال، مقصودي كما قلت أن الحكومة الأمريكية قراراتها مخططاتها هناك وراءها مؤسسات كبيرة، مؤسسات سياسية، مؤسسات فكرية، مؤسسات دينية، كارتلات ضخمة اقتصادية، رؤوس أموال ضخمة لدى عوائل معينة، هناك مجموعة من العوائل. يعني يقولون إن عدد الأشخاص الذين يتحكمون بالاقتصاد الأمريكي عدة آلاف، عبارة عن مجموعة من العوائل، عدة آلاف من الأشخاص يتحكمون بكل الاقتصاد الأمريكي، وهؤلاء هم يعني بشكل غير مباشر يتحكمون بالسياسة الأمريكية، لأن المتحكم بالاقتصاد هو الذي سيتحكم بالسياسة. بعض الأحيان الاقتصاد هو يتحكم بالسياسة، وبعض الأحيان السياسة تتحكم بالاقتصاد، لكن يبقى الاقتصاد هو العامل الرئيس، وهو العامل الأول والأخير في نشوء الدول، في بقاء الحكومات، وفي وضع مخططاتها الاستراتيجية. فهناك العامل الاقتصادي، هناك العامل الفكري الذي أشرت إليه، الناشئ من فكرة السلام العالمي، والناشئ من قضية تراكم القوة، فنشأ هذا الفكر الأمريكي. وبالنتيجة الأمريكان يعني يمكن أن نختصر فلسفتهم بالقولة الأمريكية المشهورة might is right، القوة هي الحق. might is right، القوة هي الحق. وطبعا هو الواقع هكذا، نحن نقول إن الحق هو القوة، لكن هذا على المستوى النظري. في الواقع العملي أن صاحب القوة يكون هو صاحب الحق، لكن في المستوى النظري نقول نحن مثلا رايت إز مايت، ولكن الحقيقة في الواقع الموجود، الواقع البشري، أن مايت إز رايت، القوة هي الحق. وهذا هو الذي يشهد به الواقع الذي نعيشه. على أي حال أبو زينب، وهذا الموضوع وهو يناسب المناسبة الآن، نحن الآن قريبا من اليوم التاسع، يوم سقوط الصنم البغيض، إلى غير رجعة إن شاء الله. الموضوع هو مهم جدا وبحاجة إلى تفصيل وشرح أكثر من هذا. ربما إذا يعني سنحت فرصة أخرى نتحدث في هذا الموضوع بشكل أكثر وبشكل أوسع إن شاء الله، وننتقل إلى سؤال آخر، لأنني أرى أن الكثير من وقت قد مضى في الإجابة على هذا السؤال. أحسنت مولانا، أحسن الله عليكم جميعا. العفو شيخنا، من خلال تعرضكم الكتاب روجيه قارودي، وذكرتم وزير الخارجية البريطاني بالفور، وهو صاحب الوعد المشهور لليهود تكوين دولة إسرائيل، وبما أن الحديث يدور حول دول الشرق الأوسط، فخطر ببالي أن أسأل ما هو موقع إسرائيل من كل هذا؟ يا أبو مرتضى، موقع إسرائيل هو في المركز، يعني وأيضا طبعا أنا قلت في إجابتي على سؤال دكتور باسل خلفيات القرار الأمريكي، وصلنا إلى الموضوع الديني، و
وما توسعت في الموضوع الديني. ما توسعت في الموضوع الديني لسببين. السبب الأول، نحن تحدثنا عن جانب من هذا الموضوع في الحلقات الماضية، وهذا الموضوع واسع أيضا، يعني ما أردت أن أدخل في كل تفاصيله، حاولت أن أختصر لأن الإجابة على السؤال كانت طويلة. قضية إسرائيل أيضا هي تقع في خلفية القرار الأمريكي، لأنها جزء من العامل الديني. نحن قلنا هناك العامل الاقتصادي والعامل الفكري والفلسفي والعامل الديني. قضية إسرائيل تقع هي في صلب العامل الديني، لأننا ونحن نتحدث عن انسياق المسؤولين الأمريكان بحسب النبوءة الدينية وتأثير الجانب الديني في تفكيرهم وحركتهم. الإسرائيلية، الفكر الإسرائيلي أو إسرائيل، هي جزء من هذه النبوءة الدينية. هناك رابطة قوية بين الأمريكان وبين الإسرائيليين وبين إسرائيل، هناك رابطة قوية جدا. لذلك المسؤولون الأمريكان صرحوا بأنه من أهدافهم في مجيئهم للشرق الأوسط وفي مجيئهم للعراق، من أهدافهم هو الأمن الإسرائيلي، الحفاظ على الأمن الإسرائيلي، لأنهم يعتبرون أن الأمن الإسرائيلي هو جزء من الأمن القومي الأمريكي. وهذا مصطلح الأمن القومي الأمريكي، يعني هو هذا يكون رقم واحد في السياسة الأمريكية. حينما يتحدثون عن الأمن القومي الأمريكي، فإنهم يتحدثون عن الرقم الأول في السياسة الأمريكية على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. الآن كل هذا الذي يدور في العالم، الذي تقوم به أمريكا في حربها للإرهاب، في مجيئها للشرق الأوسط، في وجودها في العراق، في وجودها في أفغانستان وفي كل مكان، وكل هذه الاتفاقيات التي حدثت وكل هذا التغيير، كل هذه الأمركة في العالم، هي موضوعة تحت عنوان الأمن القومي الأمريكي. فحينما تكون إسرائيل، يكون الأمن الإسرائيلي جزءا من الأمن القومي الأمريكي، فيعني هذا أن إسرائيل في المركز، أن إسرائيل تكون يعني تحت اليافطة الأولى، تحت الرقم واحد. فموضوع إسرائيل موضوع كبير، موضوع يرتبط بالجانب الديني، يرتبط بالجانب السياسي، يرتبط بجوانب كثيرة. علاقة الأمريكان يعني مع اليهود ابتدأت منذ اليوم الأول الذي وصل فيه الإنسان الغربي إلى الأراضي الأمريكية، لأن الذين اضطهدوا من المسيحيين البروتستانت، ما كانوا يسمون بالتطهيريين، يعني مجموعة من البروتستانت، كيف نسميهم، بالمتعصبين، متطرفين، المجموعة التي تمسكت تمسكا شديدا وحرفيا بالتعاليم الدينية، الحركة التطهيرية، والتي بعد ذلك سميت بالحركة التدبيرية. الحركة التطهيرية من اسمها، من التطهير، يعني التمسك بطهرانية الدين بحرفيته وبتعاليمه الحرفية وبتفسير الكتب الدينية تفسيرا حرفيا. وبعد ذلك تحولت إلى الحركة التدبيرية. الحركة التدبيرية مثل ما نقول نحن مثلا في رواياتنا أنه الرايات الموطئة للإمام الحجة، هناك عندنا موطئون، رايات تمدح في حديث أهل البيت، يوطئون الأمر للمهدي، يمهدون، الرايات الموطئة، الرايات الممهدة التي تمهد الأمر للإمام الحجة عليه السلام. الحركة التدبيرية هي الحركة التي تقول بأنه يجب علينا، يعني على المعتقدين بالمسيح وبالمسيحية، يجب علينا
أن ندبر الأمر كي ينزل المسيح. الله سبحانه وتعالى عنده برنامج، عنده مخطط، وهو نزول يسوع إلى الأرض. ونزول يسوع إلى الأرض يحتاج إلى شروط وإلى مقدمات، يجب علينا أن نسعى في تدبير هذه الشروط. هذه الشروط ما هي؟ الشرط الأول هو اجتماع اليهود من الشتات في فلسطين. الشرط الثاني أن تكون لهم دولة، ودولة قوية وأقوى من دول المنطقة. والشرط الثالث أن يبنى الهيكل. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإن يسوع سينزل إلى الأرض وسيقضي على المنحرفين الذين يعادونه، وبعد أن يقضي على المنحرفين ويقضي على الدجال فإنه سينشئ الدولة السعيدة التي ستستمر 1000 عام، التي تسمى بالألفية السعيدة. وبعد أن تتم الألفية السعيدة فيذهب إلى أبيه ويأخذ معه الذين على الأرض، أصحابه الذين يعتقدون به، يأخذ الناس معه فيصعد إلى السماء. هذه الفكرة فكرة، يعني هذه فكرة عشعشت في الذهن المسيحي الأمريكي من البداية وليست الآن. وبدايات هذه الفكرة نشأت في بريطانيا هنا، يعني بعد الخلاف الذي حدث بين الملك البريطاني وبين الكنيسة المسيحية في روما، وبدأ البروتستانت، الفكر البروتستانت الذي نشأ في ألمانيا على يد مارتن لوثر، القسيس الألماني مارتن لوثر، بدأ الفكر البروتستانت يأتي إلى بريطانيا، ووجد الفكر البروتستانتي الجو البريطاني، البيئة البريطانية بيئة مناسبة. والبروتستانت يعني كانوا هكذا يقولون، هذه كلمة عن مارتن لوثر، يقول نحن نتعامل، يجب علينا أن نتعامل مع اليهود كالكلاب، لأن اليهود هم شعب الله المختار، ولأن عيسى كان يهوديا، ولأن الكتب الدينية، ولأن الله خاطب أول شعب هو الشعب اليهودي، فنحن أن نتعامل معهم كالكلاب، نحن بمثابة الكلاب، يعني فضل اليهود علينا. الفكرة يعني طبعا وكلام، هناك تفصيل كثير في هذا المطلب. في هذا الكتاب ينقل روجر غارودي، سأتي على كلامي هذا، ولكن هناك كتاب آخر يتحدث عن توماس برايتمان، وهو لاهوتي يهودي بريطاني. ماذا يقول؟ يقول إن الله يريد عودة اليهود إلى فلسطين ليعبدوه، حيث يفضل أن تتم عبادته في هذا المكان دون غيره من الأمكنة. هذا الكلام في القرن، في بدايات، يعني هذا في القرن 16، يعني ليس الكلام، القضية متعلقة بوعد بلفور سنة 1917، هذا الكلام في القرن 16 ميلادي، بريطاني من علماء اللاهوت اليهودي. إن الله يريد عودة اليهود إلى فلسطين ليعبدوه، حيث يفضل أن تتم عبادته في هذا المكان دون غيره من الأمكنة. وكاتب آخر أيضا، هنري فينش، كتابه صدر سنة 1621 في بريطانيا، ليس اليهود قلة مبعثرة، بل إنهم أمة، ستعود أمة اليهود إلى وطنها، ستعود أمة اليهود إلى وطنها، وستعمر كل زوايا الأرض،
وسيعيش اليهود بسلام في وطنهم إلى الأبد. هذا كلام يعني في القرن السادس عشر وفي بدايات القرن السابع عشر. وهذا الفكر، هذه الحركات، هذا الفكر انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، انتقل إلى أمريكا آنذاك، ليست الولايات المتحدة، انتقل إلى أمريكا، ونشأت يعني الحركة التطهيرية والحركة التدبيرية، بحيث صار في وجدان الشعب الأمريكي هذه القضية. هذه قضية يعني دخيلة في الثقافة الأمريكية، ليست القضية العلاقة بين الأمريكان وبين الإسرائيليين علاقة سياسية. صحيح هناك علاقة سياسية، لكن هذه القضية قضية داخلة في صميم الثقافة الأمريكية، خصوصا في الجو المتدين، وخصوصا بشكل أخص عند المسيحيين الإنجيليين. وهؤلاء يعني تتراوح الإحصائيات أن عددهم قد يصل حتى إلى 70 مليون. هؤلاء الذين يعتنقون مثل هذا الفكر، وهؤلاء هم الذين انتخبوا جورج بوش، ما بين 60 مليون إلى 70 مليون، وعندهم مؤسسات ضخمة جدا. هؤلاء يحملون هذا الفكر، والكثير منهم يعني هم على منزلة راقية في المجتمع الأمريكي، يعني أساتذة جامعات، رؤساء تحرير صحف من هذه، رؤساء قنوات فضائية ضخمة، مؤسسات إعلامية هائلة في الوسط الأمريكي، يعني في الوسط الاقتصادي الأمريكي، رؤساء شركات كبيرة في يعني في الكونغرس الأمريكي، في الإدارة الأمريكية، من هؤلاء يحملون نفس هذا الفكر. فالعلاقة يعني مع إسرائيل فضلا عن الجانب السياسي، هناك علاقة فكرية، علاقة دينية، بل هناك من يعتقد يعني في الجو الأمريكي من رجال الفكر الأمريكي يعتقدون هكذا، يقولون إن الولايات المتحدة الأمريكية هي معجزة أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذا العصر. لأي شيء؟ يقولون لأنه لا توجد دولة في تاريخ العالم تملك هذه القوة، تملك هذه الإمكانات، وتملك هذا التطور. ويقولون إن التطور الذي حدث في أمريكا حدث بشكل سريع غير طبيعي، فيقولون هي معجزة إلهية، والله سبحانه وتعالى أعد هذه المعجزة لأي شيء؟ كي تمهد الأمر لنزول المسيح. وإذا لم تسعى الولايات المتحدة في تدبير أمر نزول المسيح فإن الله سيدمر هذا البلد. ولذلك هو هذه الفكرة موجودة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدمر، تدمر بالزلازل، تدمر، أن الله يقلب هذه الأرض، تضرب بالنيران من الفضاء، يضربها نجم من السماء. هذا الكلام موجود، موجود في المجتمع الأمريكي، وموجود بكثرة. يعني أنا حاولت أحد المرات أن أدخل على مواقع النبوءات مثل مواقع نوستردامس، يعني حقيقة تعبت كم هو عدد المواقع، لكن وجدت في بعض الكتب يقولون إن من أهم المواقع، ليس كل المواقع، من أهم المواقع التي تتحدث عن نبوءات نوستردامس، وفيها نبوءات أن الولايات المتحدة الأمريكية تضرب بكرات نارية أو يضربها نجم، كما يعني يقولون أن عدد المواقع يقرب من 50,000 موقع على شبكة الإنترنت، مواقع المهمة الكبيرة التي تتحدث عن نوستردامس، والتي يراجعها الأمريكيون يعني بشكل كثير وبشكل مكثف. فيعني مرادي أن هذا التفكير موجود، أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التفكير لا يحمله بقال، هؤلاء يحمله يعني كبار
الساسة الأمريكان، وإن كان هناك طبعا من السياسيين الأمريكان يعارضون هذا التفكير بالمطلق ويقولون بأن الذي أوجد هذا التفكير هم اليهود، اللوب اليهودي. هناك من الساسة الأمريكان من يعارضون هذا، لكن نحن ماذا ننظر على أرض الواقع؟ على أرض الواقع أن هذا التفكير هو الحاكم. على سبيل المثال هذا الكتاب اسمه الصحوة، هذا الكتاب اسمه الصحوة لديفيد ديوك عضو الكونغرس الأمريكي السابق. الصحوة النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا هذا من المعارضين لهذا الفكر، ويقول القضية أن اليهود هم الذين لهم اليد الطولة في إيجاد هذا الفكر، ويتحدث بشكل مفصل. أنا لا أستطيع أن يعني ألقي النظرة على كل ما في الكتاب، ولكن هناك في الفصل السادس من هذا الكتاب، الفصل السادس عنوانه من يدير وسائل الإعلام، ونحن نعلم المشاهدون يعلمون كم للإعلام من تأثير، لأن الإعلام هو الذي يحرك العالم. فيبدأ يتحدث في هذا الفاصل مثلا عن الشركات السينمائية في هوليوود، يبدأ يتحدث من أن الفيلم السينمائي ابتداء من القصة والسيناريو والحوار إلى الإنتاج إلى الإخراج إلى التمثيل السيطرة لليهود عليه. يتحدث ويأتي بأرقام وأسماء، يعني لا مجال لأن أقرأ ما جاء في هذا الكتاب، لكن يتحدث عن الشركات السينمائية في هوليوود ومن الذي يسيطر عليها ابتداء من القصة والحوار والسيناريو وانتهاء بالإنتاج والإخراج، ويذكر أسماء وأرقام وأحداث كثيرة في هذا الموضوع. ثم يتحدث عن الصحف، وهناك ثلاث صحف قوية، هذه التي قبل قليل قلت أن الرؤساء العرب وصدام كان يتابعها. أقرأ عليكم ما كتب عن هذه الصحف، لأن هذه الصحف لها أهمية كبيرة، وتلاحظون دائما في الأخبار في عالم السياسة النقل عن هذه الصحف. يقول ماذا؟ يقول تحت الصحف نيويورك تايمز وول ستريت جورنال وواشنطن بوست قلب الأعمال الأمريكية وثقافة أمريكا وحكومتها، وبلغ تأثيرها ونفوذها إلى جميع أرجاء الأمة، أرجاء الأمة الأمريكية، إنها منشأ الأخبار وتركز على القضايا التي تعجبها، ترفع الشخصيات العامة التي تعجبها وتشوه من لا يعجبها، هي التي تقول لنا أي الأفلام نشاهد. الأمريكان يأخذون أسماء الأفلام من هذا الجرائد، هي التي تقول لنا أي الأفلام نشاهد وأي الكتب والمجلات نقرأ وأي التسجيلات نشتري وأي فن نستحسن، وتؤثر في طريقة تفكيرنا في كثير من القضايا المختلفة، والواقع أنها تختار لنا باستمرار الموضوعات التي ينبغي أن نفكر فيها. حتى الرؤساء، نحن تحدثنا الرؤساء أيضا هي هذه الصحف التي تختار لهم، لأنه في الصباح التقرير الصحفي يوضع على مكتب الرئيس العربي، وأول شيء مكتوب فيه ما جاء في هذه الصحف طبعا، ويراقبون أسماء كتاب معينين، هناك مواضع معينة في هذه الصحف لكتاب معينين، هؤلاء هم الذين يتابعهم الساسة، لأن هؤلاء هم الذين يتحدثون عما يجري وراء الكواليس ومن بعيد بطريق الإشارة.
والواقع أنها تختار لنا باستمرار الموضوعات التي ينبغي أن نفكر فيها، تضخم بعض الحكايات وتتجاهل بعضها الآخر. تقرأ صحيفة نيويورك تايمز في جميع أنحاء أمريكا، في الأكاديميات وعالم الأعمال والسياسات والفنون والأدب، إنها تضع لنا المعايير السياسية والأدبية. طبعا حينما تمدح هذه الجريدة أديبا معينا، هو هذا الذي ستشترى كتبه. إنها تضع لنا المعايير السياسية والأدبية والفنية ومعايير الموضة والتسلية. وتملك شركة نيويورك تايمز أكثر من 33 صحيفة، إضافة إلى 3 شركات نشر للكتب، و12 مجلة، و7 محطات راديو، وإذاعة، ونظام الكوابل التلفازية، القنوات التي بالكيبل، وإذاعة، ونظام الكوابل التلفازية، وتغطي خدمة نيويورك تايمز أكثر من 206 صحف عبر أمريكا، يعني الصحف 206 تنقل عنها، تأخذ منها، ومثلها كمثل صحف أخرى عديدة بدأت بملكية غير اليهود وانتهت بملكيتهم وسيطرتهم. إن الذي أسس الصحيفة هما جورج جونز وهنري ريموند عام 1851 ميلادي، وفي نهاية القرن اشترى الصحيفة نشيط يهودي، يعني ناشط يهودي، هو أدولف أوكس، والآن يحتل أحد أبناء أحفاده آرثر أوكس الصغير منصب رئيس الهيئة التنفيذية للصحيفة. أما المحرر التنفيذي والمحرر الإداري فهما ماكس فرانكل وجوزيف. هؤلاء كلهم يهود، يعني هذه الصحيفة صحيفة يهودية بامتياز. ثم يتحدث عن صحيفة واشنطن بوست ويتحدث، يقول: يقرأها الموظفون المنتخبون والمعينون الذين جاءوا بالانتخاب أو بالتعيين والبيروقراطيون، فهي ذات تأثير قوي على حكومتنا، فيمكنها التأثير على التعيينات والتسريحات، تسريحات الموظفين والتشريعات والشؤون المحلية والخارجية من كل الأنواع، ويمكن أن تكون أداة للإطاحة برئيس الولايات المتحدة كما فعلت بريتشارد نيكسون. ويستطيع قادة صحيفة الواشنطن بوست أن يضيعوا قضية ويروجوها أو أن يتجاهلوها، وأن يقيموا الضجة حول حادثة ما أو يزمروا لها استحسانا. ولصحيفة واشنطن بوست أسهم عديدة في الصحف والتلفاز والمجلات، ومن أشهرها مجلة نيوز ويك. طبعا حديث طويل، هذه يملكها اليهود أيضا، الكلام طويل هنا. والصحيفة المتحكمة بسوق المال والاقتصاد، صحيفة وول ستريت جورنال، هذه الصحيفة المشهورة أيضا يملكها يهودي، هذه الصحف الثلاثة يملكها اليهود. أكبر 3 مجلات تقرأ في الولايات المتحدة الأمريكية، مجلة التايم، ومجلة نيوز ويك، ونيوز أند وورد ريبورت يملكها اليهود. هذه أكبر 3 مجلات. طبعا يتحدث عن تأثيرها تفصيل. عمالقة نشر الكتب، أكبر المؤسسات التي تنشر الكتب في الولايات المتحدة يملكها اليهود. كبريات دور النشر ومراجعة الكتب، عندهم مؤسسات لمراجعة الكتب وتقييمها يملكها اليهود. التلفاز، قنوات الفضاء، وإلى آخر وسائل الإعلام. ويذكر بالأرقام وبالأسماء وبالعناوين وبالتواريخ، يعني السلطة الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية يملكها اليهود. ومن هنا قلت أن هناك من الأمريكان مثل هذا وغيره أيضا من المفكرين ومن أساس الأمريكان، من يقولون بأن هذا التصور
عند الشعب الأمريكي التصور الديني والعقيدة الدينية يقولون خلف الأيادي اليهودية. هذا الضخ الإعلامي الضخم هو الذي أوجد يعني هذه العلاقة الوجدانية عند الأمريكان اتجاه إسرائيل، فيجدون أنه هناك التزام ديني في أعناقهم اتجاه إسرائيل. ذلك القضية ليس قضية سياسية، الجانب السياسي يمكن أن نتناوله، لكن لابد أن نفهم من أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية علاقة مفصلية، علاقة فكرية، علاقة عقدية دينية، وقطعا لليهود يد في إيجاد هذه العلاقة وتكوين هذه العلاقة. والأمريكان الإنجيليون هم الآن في أوج حالة انتظارهم للمسيح، لذلك الآن هذا يعني هذه المتابعة الشديدة الآن من اليهود على قضية الهيكل، هذه المتابعة الشديدة من اليهود على قضية الهيكل لها علاقة بهذا الموضوع. طبعا هناك من المحللين من يقول بأن الحكومة الإسرائيلية وراء هذه القضية لا اهتماما منها بقضية الهيكل، وإنما لأجل أن تسد الثغرة الآن التي صارت بين الحكومة الأمريكية وبين الإسرائيليين، باعتبار أن الحركات المتطرفة الإسرائيلية هي تبحث عن الهيكل، لكن الحكومة الإسرائيلية غير مهتمة بهذا الأمر، الحكومة كحكومة سياسية غير مهتمة بقضية الهيكل، المهتمون بقضية الهيكل الحركات المتطرفة، لكن الحكومة بالنتيجة لابد أن تظهر دعمها للحركات المتطرفة، وإلا كيف تبقى في السلطة؟ تسقط. يقولون لكن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تنتفع من هذا التوجه الموجود عند الحركات المتطرفة في البحث عن الهيكل كي يتناغم هذا الأمر مع اعتقاد المسيحيين الإنجيليين في أمريكا بانتظار المسيح وأنه ينزل بعد بناء الهيكل، فحتى يكون ضغط على الحكومة الأمريكية في أن تنسجم مع المطالب الإسرائيلية. والكلام منطقي، ربما يكون هذا الكلام صحيحا، ربما يكون هذا الكلام في غاية الدقة، لكن طبعا هناك علاقة سياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل. بالعنوان العام إسرائيل الحارس الأمين والحارس القوي للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة. قطعا وجود إسرائيل في المنطقة يحافظ بقوة على المصالح الأمريكية، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار قضية النفط، القضية الاقتصادية. فوجود إسرائيل عامل أساسي ورئيس ومهم للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة. طبعا هناك من يقول، بأن يعني الأمريكان يحافظون على الوجود الإسرائيلي قضية فيها بعد اقتصادي. من أين؟ يقولون يعني الآن ما تعطيه الولايات المتحدة الأمريكية من المساعدات إلى إسرائيل سواء المعلن أو غير المعلن، ما تعطيه من المساعدات لو لم تكن إسرائيل موجودة وتريد أمريكا أن تحافظ على مصالحها بالقدر الذي تحافظ الآن إسرائيل على المصالح الأمريكية، فإن عليها أن تنفق 5 أضعاف ذلك، أن تنفق 5 أضعاف ما تنفقه على إسرائيل للحفاظ على مصالحها في المنطقة. وهذا الكلام موجود، يعني مثلا هذا الكلام نقله يعني روجر غارودي في كتابه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، نقل هذا الكلام عن من؟ عن أمين عام حلف شمال الأطلسي الأسبق جوزيف لونز. ماذا قال؟ يقول لقد كانت إسرائيل العميل الأقل تكلفة في عالمنا المعاصر. طبعا هذا ينقل الكلام عن صحيفة هاراتس
الإسرائيلية الصادرة في 13 آذار 1992، كلام منقول عن هذه الجريدة وعن كاتب إسرائيلي معروف نداف شرجاي، صحيفة هاراتس العدد 13 آذار 1992، ينقل عن جوزيف لونز أمين عام حلف شمال الأطلس الأسبق: لقد كانت إسرائيل العميل الأقل تكلفة في عالمنا المعاصر. لأنهم يقولون يعني أن الأموال التي ينفقها الأمريكان على إسرائيل قد تكون يعني بالقياس، لو لم تكن موجودة أمريكا بحاجة إلى أن تنفق 5 إلى 7 أضعاف. فمن هنا تكون إسرائيل حينئذ جزءا من الأمن القومي الأمريكي. فطبعا هناك طبعا أيضا لا تنسى يعني إسرائيل دولة متقدمة، إسرائيل يعني على المستوى العلمي، يعني الآن الجامعات الإسرائيلية هناك ارتباط بين الجامعات الإسرائيلية وبين الجامعات الأمريكية، وهذا الارتباط ليس ارتباطا سياسيا. الجامعات الأمريكية لا تعمل وفقا للأمر السياسي، الجامعات الأمريكية حينما ترتبط مع جامعات أخرى في العالم لابد أن يكون مستوى هذه الجامعات بمستواها، لا يوجد مزاح في قضية الجانب العلمي في النظام الغربي. وهذه القضية تعرفونها، أنتم تعيشون هنا وتعرفون هذه القضية، مسألة المراكز العلمية والبحث العلمي والجامعات بعيدة كثيرا. لا أقول أن السياسة لا تتدخل فيها، لكنها أبعد ما تكون عن السياسة. التأثير السياسي في الجانب العلمي تأثير ضعيف، لا أقول بالمرة غير موجود، لكن هناك تأثير ولكن تأثير ضعيف. ارتباط الجامعات الإسرائيلية بالجامعات الأمريكية السبب هو التطور العلمي الموجود في الجامعات الإسرائيلية، وكذلك يعني المراكز العلمية، مراكز البحث العلمي الإسرائيلي، هناك مشاريع علمية جبارة، هناك يعني تعاون واشتراك بين علماء إسرائيليين وعلماء أمريكان، والقضية ليست سياسية، يعني هناك تطور علمي موجود في إسرائيل. فيعني العلاقة بالنتيجة بين الأمريكان وبين إسرائيل علاقة تأخذ بعدا أكثر من البعد السياسي، هناك البعد السياسي، هناك البعد الديني، هناك البعد العلمي والثقافي. لذلك الأمريكان حينما يتحدثون عن إسرائيل يقولون إسرائيل عبارة عن جنة في وسط بؤرة من الجحيم، دولة من الديمقراطية ودولة من التقدم والتطور والبحث العلمي في وسط عالم متخلف والعالم العربي. نظرتهم إلى إسرائيل النظرة الثقافية الموجودة هي هذه، هناك بعد ثقافي في القضية إضافة إلى البعد العلمي والبعد السياسي والبعد الديني. ومن هنا تعرف أن إسرائيل كما قلت لك في بداية كلامي أنها في المركز من هذا الموضوع. طبعا هناك تفاصيل أخرى قد يعني الوقت لا يسع لأن ندخل في كل الجزئيات، يعني واقعا هذه موضوعات بحاجة إلى بحث، وربما الكثير من المشاهدين قد ليس عندهم الاطلاع على مثل هذه التفاصيل، لأن يعني الوعي الموجود عندنا وعي يستند إلى معلومات الصحف والجرائد التي تكتب في دائرة تصريحات السياسيين دون أن تبحث في الغور الأبعد، الغور التاريخي العميق، الغور الفكري، الغور الفلسفي، الغور الديني والاجتماعي. دائما الذي يكتب في مجلاتنا وفي صحفنا محدود بحدود تصريحات السياسيين. تصريحات السياسيين لا قيمة لها في عالم الواقع، تصريحات السياسيين مجرد كلام، يعني هناك شيء معروف في عالم السياسة يقولون أنه السياسي عليه أن يتكلم بالكلام حتى لو يعلم أن الناس يعلمون أنه يكذب، يقولون لأجل أن يملأ الفراغات، لا يترك فراغ حتى يأتي غيره فيملأه. في المؤتمر الصحفي السياسي يجيب على كل سؤال، وبعض الأحيان يجيب كاذبا وهو يعلم أن الناس تعلم أنه يكذب، لكن يكون أفضل
لو أن يترك الفراغ فيأتي غيره فيملأ الفراغ. السياسي عادة يملأ الفراغات، يملأ الفراغات، لا يتكلم بالحقائق دائما. يعني الكلام السياسي هو يعني يكون أخو الكذب ابن عم الصدق. يعني أنا هكذا أعبر عن كلام السياسي، السياسي دائما كلامه هو أخو الكذب ابن عم الصدق. يعني لا تستطيع أن تقول على كل كلام كذب، ولا تستطيع أن تقول على أن كل كلام صدق، فهو أخو الكذب ابن عم الصدق، كلام مشوب بين الكذب والصدق. فغالبا الصحف والمجلات ووسائل الإعلام عندنا تستند إلى هذه المعلومات، إلى معلومات هي بمثابة يعني أخو الكذب ابن عم الصدق. فالتحليل سيكون حينئذ والنتائج التي سيصلون إليها يعني نتائج يعني غير صحيحة. الدكتور المصري عبد الوهاب المسيري كتب موسوعة عن اليهودية وعن إسرائيل والصهيونية، موسوعة محترمة جدا، كتبها في مدة 20 سنة، وما أعتقد كتاب يعني كاتب عربي يعرف عن اليهودية وعن الصهيونية مثل الدكتور عبد الوهاب المسيري الكاتب المصري. توفي قريبا أعتقد السنة الماضية توفي، 20 سنة من عمره كتب في هذه الموسوعة، موسوعة مفصلة جدا، لأنه يعني يكتب حقائق. اتهم اتهامات كثيرة أنه عميل لليهود وعميل للصهيوني، لأنه لا يكتب هذا الكلام الذي يقوله الساسة العرب، الكلام الذي ينشر في الصحف، هذا الذي هو أخو الكذب ابن عم الصدق، لا يعرف أين صدقه وأين كذبه. يعني لأنه لا يكتب بهذا النفس، كتب وفقا للوثائق والحقائق العلمية. مع العلم لا أعتقد أنه يوجد كتاب في المكتبة العربية وحتى ربما في العالم موسوعة بهذا العمق كموسوعة عبد الوهاب المسيري عن الصهيونية وعن اليهودية وعن إسرائيل، لأنه توخى البحث العلمي، ما ذهب خلف العواطف وخلف الاستهلاك المحلي لكلام الساسة العرب والرؤساء العرب والذي شبع الناس منه وتقيأوا أيضا منه، فلا يعرف صدقه من كذبه. ولازلنا إلى اليوم نحن نسمع هذه الترهات منذ سنة 1948، يعني منذ أن أسست إسرائيل وإلى اليوم، منذ أن تأسست الدولة الإسرائيلية وإلى يومك هذا، هو نفس هذه الكليشة يعني تروح وترجع. على أي حال الكلام الآن ليس في هذا الموطن، لكن هذه الموضوعات موضوعات حساسة وموضوعات مهمة جدا، وحقيقة تحتاج إلى بحث وتفصيل أكثر من هذا. ربما إذا يعني سنحت لنا فرصة أخرى نتناول هذا الموضوع بشيء أكثر من هذا التفصيل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام سيدنا ورحمة الله. سماحة الشيخ، لقد تحدثتم عن الاتجاه الفكري والسياسي والديني الأمريكي، وعن العلاقة القوية بين أمريكا وإسرائيل كارتباط الجامعات والمراكز العلمية الإسرائيلية مع الجامعات والمراكز العلمية الأمريكية، وفي نفس السياق يكثر الحديث حول صراع الحضارات، هل يمكن إعطائنا صورة عن هذا الموضوع؟ سيدنا، هو هذا أيضا موضوع واسع، موضوع صراع الحضارات أو صدام الحضارات. إذا يعني سنحت لنا فرصة إن شاء الله في وقت آخر أو في حلقات أخرى نتناول هذا الموضوع، أنا سأتحدث أجيب على سؤالكم، لكن هذا موضوع يعني مرتبط بموضوع مهم. يعني هناك علم الآن من العلوم الواسعة جدا ما يسمى بعلم الحضارات، وهذا العلم
ربما الدراسات المكتوبة في اللغة العربية قليلة عن هذا العلم. علم الحضارات من العلوم الواسعة والعلوم الحديثة الآن، وهناك اهتمام كبير بهذا العلم في المؤسسات الثقافية، المؤسسات العلمية في العالم الغربي، في الولايات المتحدة أو في أوروبا، في العالم الغربي عموما، في كندا، في أستراليا، ما يسمى بالعالم الغربي. هذا موضوع صراع الحضارات، هذه النظرية أو هذا المبدأ أو هذه الفكرة، هو في سياق هذا العلم، علم الحضارات. أنا سأتحدث، لأن هناك نظريات كثيرة، يعني نحن إذا أردنا أن نتحدث عن صراع الحضارات، أو أنا أرجح أن يكون صدام الحضارات، لأنه أنا أعتقد الترجمة الدقيقة لكلاش أوف سيفيلايزيشنز هو صدام الحضارات وليس صراع الحضارات. هناك من ترجم هذا الجملة أو هذه العبارة، ترجمها بصراع الحضارات، وهناك من ترجمها بصدام الحضارات. حقيقة أنا تتبعت القواميس المعتمدة، يعني أنا أرجح صدام الحضارات، clash of civilization، صدام الحضارات. وبالنتيجة أيا كان، هو صدام الحضارات أو صراع الحضارات. هذه نظرية طرحها العالم اليهودي الأمريكي، أحد مفكري الأمريكان، سامويل هانتكتن. أول ما يعني أول ما طرح هذا الكلام، طرح هذا الكلام في مجلة مجلة معروفة أمريكية من المجلات المهمة، مجلة دورية، كل فصل مجلة فصلية، كان في صيف سنة 1993 على ما أتذكر، في مجلة فورن أفيرز، مجلة أمريكية، نشر هذا المقالة، صدام الحضارات. وبعدها صار كلام كثير حول هذا الموضوع. الآن أنت إذا تدخل على يعني الإنترنت، سواء على الموقع المواقع العربية، اكتب يعني صدام الحضارات أو صراع الحضارات، ستجد هناك مواقع كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع. أو تدخل على المواقع الإنجليزية، تكتب clash of civilizations، ستجد هناك يعني مواقع أكثر تتحدث حول هذا الموضوع. أنا لا أريد التشعب كثيرا، أعطيك الخلاصة. الخلاصة، صاحب هذه النظرية قسم العالم إلى مجموعة حضارات. العالم الآن الموجود هو عبارة عن مجموعة حضارات، إما 7 أو 8. قال الحضارة الغربية، الحضارة الغربية يقصد يعني الحضارة الموجودة في الدول التي يطلق عليها دول النظام الغربي، التي هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وكذلك يعني أستراليا. هذه المجموعة، طبعا البعض يلحق اليابان بها، يعني تعتبر اليابان أيضا من جملة دول النظام الغربي وليست الحضارة الغربية، هناك فارق. إذا قلنا دول النظام الغربي اليابان تلحق، أما حينما نقول الحضارة الغربية فلا تلحق اليابان بالحضارة الغربية. يعني هناك تفريق، يعني المفكرون علماء الاجتماع يفرقون، حينما نقول دول النظام الغربي فالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا واليابان، باعتبار اليابان تتبع النظام الغربي، إن كان يعني النظام الاقتصادي، النظام السياسي، النظام التعليمي، تتبع النظام الغربي. لكن حينما يكون الكلام عن حضارات، لا، الحضارة الغربية اليابان لا تلحق بالحضارة الغربية. لماذا؟ لأن الحضارة يعني ليس فقط هو النظام السياسي، النظام السياسي جانب من جوانب الحضارة. الحضارة إنما تشكل البعد الإنساني. يعني الحضارة كيف تنشأ؟ الحضارة تحتاج كما يقولون إلى إنسان وأرض وإمكانات، تحتاج إلى إنسان وأرض وإمكانات. إذا وجدت الأرض ووجد الإنسان ووجدت الإمكانات،
فتنشأ الحضارة. فللأرض خصوصية، موقع الأرض، طبيعة الأرض، المناخ الأرضي له خصوصية على الحضارة. يعني الآن مثلا المناطق الحارة قطعا يعني العمران فيها هل يكون مثل المناطق الباردة؟ السفر والسياحة في المناطق الحارة مثل السفر، وهكذا يعني بالنتيجة شؤون الحياة. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. الحضارة تنشأ من إنسان وأرض وإمكانات، فالأرض لها خصوصيات إن كان في موقعها أو إن كان في طقسها ومناخها، إن كان في ثرواتها، الإمكانات أيضا طبعا الأرض التي تكون فيها الثروة الزراعية أو المائية أكثر من الثروة النفطية ستترك هذه آثارها على الحضارة. طبيعة الحضارة ستختلف، حتى الصناعة ستكون صناعة بين نوعين، بين آلات لاستعمالها في الزراعة، وستكون صناعة لتصنيع ما يزرع. بينما مثلا الدول النفطية والتي ليس فيها زراعة ستكون الصناعات فيها صناعات بتروكيماوية، وهكذا بالنتيجة. فالأرض وخصوصيات الأرض ستترك يعني طباعها على الحضارة، والإنسان وطباع هذا الإنسان والإمكانات الموجودة، فتتكون الحضارة من الإنسان والأرض والإمكانات، وستأخذ طابعها من طابع هذه الأمور. فلذلك اليابان هي من دول النظام الغربي لكن لا تعتبر من دول الحضارة الغربية. فصامويل هانتكتن قسم الحضارة في العالم، الحضارة الغربية والحضارة الكونفوشيوسية، ويقصد بها الحضارة الصينية باعتبار أن الفكر العام الغالب هو الفكر الكونفوشيوسي. لكن لا يعني أن الديانة المنتشرة في الصين هي الديانة الكونفوشيوسية، هناك ديانات كثيرة، لكن الفكر المتحكم في الصين والثقافة الصينية والأعراف الصينية يرجع إلى الفكر الكونفوشيوسي. والحضارة اليابانية جعل اليابان حضارة، لأن اليابان الآن حضارة تختلف عن الحضارة الصفراء، حضارة الصين وبقية الدول الملحقة بها، باعتبار اليابان بقيت تحافظ على أصولها القديمة ومازجت مع النظام الغربي فأوجدت حضارة جديدة. الحضارة اليابانية حضارة لها خصوصياتها، بقيت تحافظ على أصولها القديمة وهويتها القديمة مع الممازجة مع النتاج الغربي الحديث. فالحضارة الغربية والحضارة الكونفوشيوسية والحضارة اليابانية والحضارة الإسلامية والحضارة الهندية، الحضارة الهندية أيضا لها خصوصياتها، والحضارة الأرثوذكسية السلافية، يقصد بها يعني روسيا وأتباع روسيا من الدول التي تدين بالديانة الأرثوذكسية. تلاحظون التقييم تقييم ديني. إذا تلاحظون الحضارة الغربية معروف ديانتها، لكن لما جاء فقال الكونفوشيوسية، الكونفوشيوسية هي ديانة في الصين، وجاء فقال الإسلامية. الهندية باعتبار لا يوجد دين واحد في الهند فسماها الهندية، لكن لما ذهب إلى روسيا قال السلافية الأرثوذكسية ديانة. والحضارة الأمريكية اللاتينية لأمريكا الجنوبية والدول الملحقة بها، وأضاف إليها الحضارة الأفريقية، فتكون عندنا يعني ثمان حضارات. هذه الحضارات على أي أساس قسمها؟ قسمها على الأساس الديني. هو صحيح قال أن الحضارات كيف تقسم؟ تقسم على أساس حدود الحضارات. ما هي حدود الحضارات؟ قال حدود الحضارات الفكر الديني والأعراف ومنظومة العلائق الموجودة، يعني العلاقة الأسرية، مثلا العلاقة الأسرية الموجودة في الهند والأعراف الموجودة، غير العلاقة الأسرية مثلا الموجودة مثلا في كندا مثلا في أوروبا. فعلى أساس نوع العلاقات الأسرية، على أساس نوع العلاقات الاجتماعية، على أساس نوع الضوابط والروابط والأعراف، وعلى أساس الديانات، وعلى أساس بعض الأمور التاريخية،
فقال هي هذه حدود الحضارات. فيقول بأن الحروب في العالم، ويقول أن الحرب العالمية القادمة، ويتوقع حصول حرب عالمية والحرب العالمية القادمة وحصول الحروب القادمة على أساس الاختلاف بين هذه الحضارات، والصراع بين هذه الحضارات على أساس الهويات. يقول وسبب نشوء الهوية الدينية الآن، الآن تلاحظون يعني الآن مثلا حتى في العالم المسيحي الآن الاهتمام بالرمز الديني حتى في العالم المسيحي، يعني الآن كم هو عدد الكتب الدينية الآن مثلا في بريطانيا، في بريطانيا التي تعتبر يعني الشعب البريطاني أقل الشعوب الأوروبية تمسكا بالدين وبالديانة المسيحية، من أكثر الشعوب ابتعادا عن الكنيسة. لذلك مثلا تلاحظون الآن مثلا في لندن يعني الكنائس تباع، لماذا؟ عدد كثير من الكنائس يباع ويحول إلى مؤسسات أخرى، لماذا؟ لأنه لا توجد هناك رعية للكنيسة، لا يوجد هناك ناس يذهبون إلى الكنيسة ويدعمون الكنيسة مثلا ماليا أو معنويا أو حضورا. لذلك يعني حسب الإحصاءات أن الشعب البريطاني أقل تمسكا بالكنيسة مثلا من بقية الشعوب الأوروبية أو بالقياس إلى الشعب الأمريكي. ولكن الآن كم هي من القنوات المسيحية مثلا الموجودة مثلا حتى في بريطانيا، كم هو من الجهد الديني والثقافة الدينية التي تبث في بريطانيا؟ أما الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية فذلك يعني شيء آخر. فيقول بأن الهوية الدينية نشأت الآن، الهويات الدينية والتي من جملة مصادقها نشوء الحركات المتطرفة، للعلم الحركات المتطرفة ليس فقط في العالم الإسلامي، الآن حركات متطرفة موجودة في العالم المسيحي عند البوذيين، والبوذيون باعتبار على أساس أنهم أبعد الناس عن التطرف، لكن الآن نشأت عندهم حركات متطرفة عند الهندوس في الهند وعند سائر الديانات الأخرى في العالم. أما اليهود هم أصلا حركات متطرفة، أساسا هم حركات متطرفة. الآن حركات المتطرفة موجودة في كل الديانات. فيقول هذا بسبب ماذا؟ بسبب يعني قد يكون هو لم يستعمل اصطلاح العولمة، لكن هو مراده بسبب العولمة، يقول بسبب التغير الاقتصادي الكبير، لأن هذا التغير الاقتصادي الكبير ضرب الهوية، هي العولمة، يعني العولمة هي التي ضربت هويات المجتمعات، باعتبار أن العولمة وهذا الغزو الاقتصادي الضخم والغزو الثقافي الضخم كسر الحواجز بين الحضارات. تكسير الحواجز بين الحضارات أذهب بالهويات، فهذه الشعوب لا زالت متعلقة بأعرافها بتقاليدها بهوياتها، فردت الفعل ماذا كانت؟ أن ردت تتمسك بهوياتها. يقول وهذا سيزداد شيئا فشيئا مما يؤدي إلى حدوث الاصطراعات بين هذه الحضارات. على حال هي هذه النظرية بين من يرفضها بين من يقبلها. أنا شخصيا أرى في جانب من كلامه شيئا صحيحا، وسنة التدافع موجودة حتى في القرآن الكريم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا التدافع موجود، سنة التدافع والتصارع موجودة، لكن الأمثلة والمصادق التي تحدث عنها هذه أمثلة ومصادق وقتية تتناسب مع نظريته التي استنتج لها مصادق وأمثلة من الزمان الذي هو يعيش فيه، فهي لا تصلح كنظرية وإنما تصلح كتحليل سياسي. كتحليل سياسي يعتمد على التفاصيل التي استند إليها في الزمان الذي هو عاش فيه. طبعا أنه توفي، وأعتقد قبل سنتين ثلاثة توفي، فحسب التحليل الذي حل يتناسب مع الوقت الذي عاشه
وإن كان أنا قرأت أيضا أنه يعني بعد ذلك هو تراجع عن كثير مما قاله في نظريته هذه. أنا سمعت أنه في أحد المؤتمرات كان حاضر وانتقد نظريته وبين أنه بعض الأمور هو تراجع عنها. سيدنا هذه ممكن أن تكون يعني خلاصة لنظرية صراع الحضارات، وأنا لا أعتقد أنها كافية، لكن بحسب ما يسنح به الوقت أعتقد هذا البيان المختصر، وإن شاء الله إذا سنحت فرصة أخرى نتحدث بشكل أكثر تفصيل يعني عن هذه النظرية وعن النقاشات التي أثيرت حولها، لأن هناك نقاشات كثيرة أثيرت في العالم الغربي وكذلك في العالم العربي أيضا. أحسنتم شيخنا. أحسن الله إليكم سيدنا. سماحة الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. مولاي اتسأل عن ما مدى تأثير النبوءات وقراءة المستقبل عن تأثيرها في عالم السياسة الغربية. هو كلامنا كله يعني يدور في هذا الموضوع، الكلام الذي مر في الحلقات السابقة هو يدور في هذا الجو، والآن بعض كلامي الذي تقدم يدور في هذا الجو، لكن أنا لا أعلق كثيرا على سؤالك سيدنا، فقط يعني أقرأ لك مقاطع من نبوءات نوستردامس. إحنا النبوءة الدينية تحدثنا عنها وقرأنا كثيرا منها، وإن كان لا زال هناك مقاطع كثيرة من النبوءة الدينية خصوصا في كتب اليهود. نحن قرأنا كثيرا في كتب النصارى، في كتب اليهود يعني النبوءات الموجودة يمكن أن إذا جمعناها أن تشكل كتابا، لأنه يعني جمعنا النصوص من كتب اليهود يمكن أن تشكل كتابا بحجم هذا الكتاب. نصوص كثيرة موجودة في كتب اليهود عن مستقبل العالم، لكن أنا أقرأ لك بعضا من النصوص التي هناك فيها اهتمام، يعني اهتم فيها الغربيون وتحدثوا عنها ونشرت في وسائل الإعلام الغربية من نبوءات نوستردامس. مثلا هذه نبوءة: سيأتي ملك أوروبا مثل غريفون، بدون أن نشرح النبوءات لأنه الوقت يجري سريعا سيدنا، نقرأ النبوءات وبعضها واضح. سيأتي ملك أوروبا مثل غريفون ترافقه جماعة الشمال. جماعة الشمال قطعا المقصود الدول الغربية هي التي تقع في الشمال. سيقود حشدا كبيرا من الحمر والبيض، ليس من السود ولا من الصفر، من الحمر والبيض، ويسيرون ضد ملك بابل. واضح يعني هذه هم يؤولونها في قضية القوات الأمريكية التي ذهبت إلى بابل. في ظل المناخ الذي سيواجه بابل سيكون الدم المراق غزيرا، والأرض والبحر والجو والسماء جائرات. الحديث يعني عن حرب من الأرض والبحر والجو والسماء، يعني في الأزمنة القديمة لا يوجد مثل هذه الحروب، يعني في زمان نوستردامس لا يوجد مثل هذا، ولذلك نحن نعطيهم الحق أن يعني أن يعتمدوا على مثل هذه النبوءات. في ظل المناخ الذي سيواجه بابل سيكون الدم المراق غزيرا، والأرض والبحر والجو والسماء جائرات، بفعل البدع والمجاعة والحكومات والطاعون والفوضى. هناك مقاطع يتحدث فيها عن نيويورك وعن الولايات المتحدة. في العام الذي سيشتعل فيه الزمن والحرب معا سيكون ثمة مسار كبير
للمقذوف في الهواء الجاف. يعني واضح إشارة إلى صواريخ وإطلاقات يعني في الهواء. يحترق المكان الكبير بنيران آتية من بعيد. يرى الناس القحط والعاصفة، تحصل حروب وغزوات، الصاعقة العظيمة ستسقط في وضح النهار. النار المركزية التي تجعل الأرض تهتز ستتجلى حول المدينة الجديدة. بستان العالم قرب المدينة الجديدة سيؤخذ ويغطس في البحيرة الغالية. سماء خط التوازي 45 ستحترق، تقترب النار من المدينة الجديدة العظيمة. خط 45 هو خط مدينة نيويورك. مشاهد من الحرب العالمية الثالثة. سيف السماء يمتد فوق العالم، يجري إعدام عظيم لمن سيموتون وهم يتخاطبون. يجري إعدام عظيم لمن سيموتون وهم يتخاطبون. طبعا يقولون يعني هذه يعني قنابل نووية تسقط على الناس والناس تتكلم بأجهزة الموبايل وهم لا يعلمون، يسيرون في الطرقات وما كذا يشرحونها. يجري إعدام عظيم لمن سيموتون وهم يتخاطبون. لا يقتلون، يموتون، باعتبار الإشعاع النووي أو الكيميائي يعني يميت الإنسان رأسا من دون جراح، أو في غالب الأحيان يميت من دون جراح. سيف السماء يمتد فوق العالم، يجري إعدام عظيم لمن سيموتون وهم يتخاطبون. مطر جديد مفاجئ وعنيف، تتساقط من السماء على البحر الحجارة والنار. تموت بغتة الجيوش السبعة البرية والبحرية. من لم ينجح الطاعون والسلاح في الإجهاز عليهم سيضربون من أعالي السماء. خلال الغرق الذي سيتم قرب البحر الأدرياتيكي ستهتز الأرض لتميت من كانوا يحومون في الهواء. الجو والسماء والأرض ستظلم وتضطرب، حينئذ سيتضرع الكافر لله وقديسيه. بريطانيا وفرنسا وبقية دول أوروبا، أية حرب مخيفة ستتهيأ في الغرب، وفي العام التالي سيأتي الطاعون رهيبا إلى حد أنه على الشبان والعجزة والقطعان. سيكون للدم والنار سلطة في فرنسا، في روما حيث كلي القدرة بنى هيكله، سيكون طوفان كبير ومفاجئ، بحيث ما من مكان وما من أرض ستسمح باتقائه. ستمر المياه من فوق الأولمب فيزول. الأولمب هذا الأثر المعشور معروف فيه. القبر الكبير للشعب البريطاني سيكون على وشك الانفتاح حين تزمجر الحرب قرب حدود ألمانيا وفي بلاد مانتو يعني إيطاليا. بريطانيا العظمى أي إنجلترا تتعرض لثورة عنيفة تغمرها المياه. هذه تغمرها المياه، أخاف هذه لندن، لندن يخافون أنها تغرق. نحو الشمال تعزيرات كبرى من الحشود البشرية تضرب أوروبا والعالم أجمع تقريبا خلال الكسوفين. نحن عندنا في الروايات أن هناك كسوف وخسوف. تضرب أوروبا والعالم أجمع تقريبا خلال الكسوفين، تقوم بمطاردة مهمة وتدخل هنغاريا في الحياة والموت. خروج قائد من مكة وظهور الدين الإسلامي من جديد. من الجزيرة العربية السعيدة سيولد قائد مسلم كبير،
في بعض الترجمات ابن محمد، يهزم إسبانيا ويحتل غرناطة، يصد المسلمون الصليب، يخون البلاد واحد من قرطبة. أمام الأمي العربي بعد الحرب الملكية الفرنسية تسقط مملكة الكنيسة في البحر، يأتون من جهة فارس مليونا حين يستولي الشيطان على مصر وإسطنبول، الشيطان يقصدون به الدجال. سيغادر الشرقي مقره، يجتاز جبال الأبنين ويدخل فرنسا، يعبر الثلوج الخالدة يعني جبال الألب ويضرب كل واحد بعصاه. سيجري كسب المعركة البحرية ليلا، يكون ذلك خراب الغرب. سيكون ثمة ميثاق أحمر، تتلطخ الكنيسة بالدم، يشهد المهزوم إفلات النصر من ويستشيط غضبا. قريبا من نهر التيبر تهدد آلة الموت، بعد فيضان عظيم بقليل يقع الباب في الأسر، الباب يعني البابا، يحرقون القصر والفاتيكان. في الصحوة الإسلامية حين سيقترب تمرد المسلمين لن نكون بعيدين جدا عن هذا وذاك، البرد والقحط والخطر على الحدود، حتى حيث بدأ الوحي الإلهي، لأن إمبراطورية الهلال ستخرج من سباتها. والهلال واضح، يشيرون بالهلال إلى العالم الإسلامي. سيجري التخلي عن السلطة للكلام الفتان، للكلام الفتان، لإمبراطورية الهلال التي ستفرض نفسها، يعني ستأتي بكلام فتان يفتن الناس، وتمد رايتها إلى ما فوق الإيطاليين. ستكون في يد شخص يتظاهر بالحكمة. سيتم اضطهاد كنيسة الله وتصادر الأبنية الدينية، سيعري الولد أمه، وسيتفق العرب مع البولنديين. الجماعة القاسية ذات الرداء الطويل، المسلمون هم الذين يربسون الأردية الطويلة، ستأتي مختبئة خناجرها، يستولي قائدها على فلورنسا، ومكان اللهبة فلورنسا في إيطاليا يعني، ومكان اللهبة المزدوجة يعني روما، قائما بفتحه مع القتلة والحالمين. إلى أن، هذه النبوءة جدا مهمة، إمبراطورية الهلال وإيطاليا المسالمة يتحد فيهما الحكمان على يد ملك العالم المسيحي، يعني المسيح، يعني هناك اتحاد بين المسيحيين وبين المسلمين. إمبراطورية الهلال وإيطاليا المسالمة يتحد فيهما الحكمان على يد ملك العالم المسيحي. هذه مجموعة من نبوءات نوستردامس التي يعتقد بها الغربيون. طبعا هناك نبوءات أخرى، ولكن هذه من أهم المقاطع، أنا ما وقفت على شرحها لأنه يحتاج كلام كثير لتفصيلها. ويمكن أن أقول سيدنا جوابا على سؤالك، مجموعة النبوءات الدينية التي مرت في الحلقات السابقة، وبعض نبوءات نوستردامس أيضا تحدثنا عنها في الحلقات السابقة، وهذه مجموعة أخرى من نبوءاته، هذه كلها يعني لها تأثير، وتأثير واضح. نحن تحدثنا قبل قليل عن اعتقاد الكثير من الساسة الأمريكيين والكثير من المؤسسات الفكرية الأمريكية بمثل هذه المعاني التي تشكل خلفية في رسم السياسة الغربية، وقطعا أهم جهة في السياسة الغربية السياسة الأمريكية. السياسة الأمريكية هي التي تأخذ الحيز الأكبر، وحتى السياسة الغربية في أوروبا، يعني أعتقد أنتم تعرفون سنة 1999 هنا بالذات في بريطانيا، وحتى في فرنسا وفي الدول الغربية، لكن أنتم باعتبار تعيشون هنا في بريطانيا في لندن، سنة 1999 في شهر تموز الشهر السابع،
يعني في الشهر السادس بدأت القنوات، قنوات البي بي سي، برامج خصوصا في القناة الرابعة من قنوات البي بي سي، في القناة الثانية، يعني بدأوا بعض البرامج ينصحون الناس بأن يشتروا المعلبات والمواد الجافة من السوبر ماركتات. وهنا في لندن في يعني بداية الشهر السابع كانت السوبر ماركتات خالية من الحليب ومن الأجبان والألبان ومن المعلبات والأطعمة المجففة ومن البطاطا ومن الخبز ومن كثير من هذه الأشياء والحبوب، لأن البريطانيين اشتروا هذه بشكل جنوني بحيث لم تتمكن السوبر ماركتات أن تجلب المواد. يومين أو ثلاثة من بداية الشهر السابع، على أي أساس؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن العالم سينتهي، أن حوادث ضخمة في العالم ستدمر العالم، استنادا إلى نبوءات نوستردامس والتي كانوا يتوقعون أن تكون في بداية الشهر السابع. ولما لم يحدث شيء قالوا لربما في نهاية الشهر السابع، ولما لم يحدث شيء قالوا ربما في سنة 2000، لأنه الموجود في النبوءة سنة 1999 والشهر السابع، قالوا لربما المراد يعني بعد تمام 1999، ونفس العملية تكررت في سنة 2000 في الشهر السابع. هذا يكشف عن يعني وجود عقيدة بهذا الأمر، وهذه قضية أنتم عشتوها هنا، عشتوا هذه القضية في يعني في أوروبا، في بريطانيا، في فرنسا. وفي تلكم الأيام يعني كانت القنوات الأوروبية يعني لمدة 24 ساعة تتحدث في برامج متواصلة، قطعت برامجها تتحدث فقط عن نبوءات نوستردامس. القناة الرابعة من قنوات البي بي سي في لندن، وقنوات فرنسية وقنوات ألمانية، جعلت برامجها بالكامل خلال 24 ساعة تتحدث فقط عن نبوءات نوستردامس، وتعرض أفلام التي صورت فيها، بعض هناك أفلام موجودة سينمائية تتحدث عن حياة نوستردامس أو تتحدث عن نبوءات نوستردامس. فهذا يكشف عن اعتقاد الناس يعني في العالم الغربي واعتقاد السياسيين في العالم الغربي بهذه الأمور. قطعا حينما يعتقدون بهذه الأمور إن لم تترك تأثيرا كاملا تترك تأثيرا جزئيا، يعني بشكل وبآخر يكون لها قدر من التأثير. أحسن الله إليك. أحسنتم دكتور علام. السلام عليكم سماحة الشيخ. السلام. شيخنا دائما احنا نرى من خلال الأسئلة التي تطرح على سماحتكم نجد دائما الجواب الشافي والمعافي، ولكن دائما الوقت يدركنا ونرى ذلك من خلال الأسئلة التي طرحت من قبل الأخوة. وتحدثتم عن أمريكا وإسرائيل، أود أن أطرح سؤال على سماحتكم حول العرب والفلسطينيين. سؤالي هو أنه كيف تقرؤون مستقبل العرب والقضية الفلسطينية؟ مستقبل العرب والقضية الفلسطينية، يعني إذا أردنا أن نقرأ مستقبل العرب والقضية الفلسطينية وفقا للمعطيات الموجودة في الواقع، فلا أعتقد أن شيئا سوف يتغير. يعني لا يوجد هناك شيء يعني يبعث على الأمل أو على التفاؤل. العرب يعني يقولون هم أمة، لكن في الواقع العرب ليس أمة. العرب يعني ناس ينتمون إلى عرق واحد، إن صدق هذا الانتماء، لأن الشعوب اختلطت الآن، لا توجد شعوب تنتمي إلى عرق واحد، شعوب اختلطت فيما بينها. العرب لا يملكون مقومات الأمة، والدليل واضح الآن الموجود، يعني العرب لا يملكون، لا الشعوب تملك مقومات الأمة ولا الحكومات تملك مقومات الأمة. العرب فقط عندهم يمكن يملكون مقوما واحدا وهو اللغة، وطبعا اللغة على المستوى الثقافي
وإلا اللهجات. الآن الجزائري إذا يتكلم الموجود في الخليج لا يفهم ما يقول الجزائري، وربما أيضا الجزائري لا يفهم ما يقوله الخليجي. اليمني، الكثير من اليمنيين لو يتكلمون نحن لا نفهم ما يقولون، نحن في العراق لا نفهم ما يقوله اليمني. لا أقول كلهم، لكن هناك لهجات في اليمن لا تفهم، هناك لهجات موجودة مثلا في السودان لا تفهم. الآن يعني الصومالي إذا يتكلم، ليس الصومالي دولة عربية؟ الصومالي إذا يتكلم نحن نفهم ما يقول الصومالي، وهو لا يفهم ما نقول. لكن هناك لغة هي لغة الثقافة، لغة الثقافة، لغة التعليم. نعم هذا عامل من العوامل التي قد تكون الأمم، أما العرب لا يملكون أي عامل آخر. حتى هؤلاء الذين يقولون الإسلام، الإسلام الإسلام يعني له قراءة وقراءة. الإسلام يعني هناك القراءة الشيعية وهناك القراءة السنية، وحتى القراءة السنية هناك عدة قراءات، لا توجد قراءة واحدة للإسلام. فلا يمكن أن يكون الإسلام عامل توحيد، لأنه القراءة للإسلام قراءة مختلفة ومتعددة، فلا يمكن أن يكون عامل توحيد. فضلا عن أن العرب يأخذون الإسلام كفكر وراثي لا كفكر حياة، يعني الإسلام الآن فكر متوارث، دين متوارث، ليس فكرا حياتيا يفعل في حياة الأمة. الفكر هو عامل من عوامل توحيد الأمة، لكن متى يكون؟ حينما يكون فكرا حياتيا، حينما يفعل الفكر في حياة الأمة. يعني مثلا الآن حين فعل الغربيون فكر الدولة، دولة المؤسسات وفكر القانون وفكر المواطنة، هو هذا الذي وحدهم. الآن دول الاتحاد الأوروبي هل وحدها الدين المسيحي؟ هل وحدها اللغة؟ لغات مختلفة، والدين المسيحي لم يوحد أوروبا، ومذاهب مختلفة أيضا، وليس فقط في أوروبا مسيحيون، لكن الذي وحد أوروبا ما هو؟ هو الفكر. أي فكر؟ قانون المواطنة، قانون الحريات، قانون السوق، اقتصاد السوق، وحدة المصلحة، وحدة الفكر، الفكر الحياتي المفعل. لو كانت أوروبا قد فعلت الفكر المسيحي، أيضا الفكر المسيحي يوحدها. لو كان العرب فعلوا الإسلام كفكر في حياتهم يوحدهم الإسلام. لكن الإسلام هو فكر وراثي، فكر موروث عند العرب، قضية وراثية، ليس فكرا حياتيا. لا يوجد هناك أي أثر إلى أن الإسلام فكر حياتي في حياة العرب. فالعرب لا يملكون الفكر الذي يوحدهم. وثم قادة العرب لا يؤمنون بوحدة المصالح، يجدون أن مصلحتهم في تفرق المصالح، لذلك كل دولة عربية تدافع عن مصالحها، فلا يمكن أن يعني تتحد هذه الدول. هذه الدول العربية دول متفرقة، نعم هناك لغة واحدة، لغة الثقافة فيها، هي لغة الثقافة وليس لغة الشارع، لغة الشارع مختلفة، هناك لهجات، وأبناء الدول العربية لا يفهم بعضهم بعضا في لهجاتهم بشكل عام، لكن اللغة الثقافية عند العرب موجودة، هي اللغة العربية. العرب بحاجة إلى فكر حياتي يوحدهم، ما موجود عندهم وما أعتقد يوجد عندهم. والعرب بحاجة أن يعملوا على أساس وحدة المصالح، وما أعتقد، لأن حكام العرب مصالحهم كل واحد يريد أن يبقى في دولته، حتى مثلا إذا مات يأتي ابنه، ثم يعني بعد ذلك ابن ابنه، وقد تكون بنته، وقد تكون زوجته، يعني حتى تحكم العائلة المصونة يعني على طول الخط. حكام العرب هكذا، يعني كان ملوك أو رؤساء نفس الشيء. يعني القضية يعني نحن نعرف أن الملكية تكون وراثية، أما الرئاسات لا تكون، يعني أصلا هي الجمهوريات خرجت ضد الملكية لرفض الوراثة، لكن الجمهوريات العربية جمهوريات وراثية.
وراثية حتى ينقطع النفس يعني. فلا أعتقد أن العرب ليس أمة يعني، هم يخدعون أنفسهم، مثل ما كان صدام يقول أمة عربية، وأول ما بلش بالبلاد العربية بلش بالكويت، نفس الشيء قضية يعني. فالعرب ليس أمة يعني، في الحقيقة ليس أمة، وإنما هم الآن شعوب متفرقة في دول إقليمية وقطرية، الرابط الوحيد فيما بينهم اللغة، والإسلام ليس رابطا بينهم، لأن هناك قراءات عديدة للإسلام، هناك فهم للإسلام. الإسلام الذي يفهمه الوهابيون في السعودية غير الإسلام الذي يفهمه الأزهريون في مصر. يعني كذبا يقال أنهم هم جميعا سنة، أصلا الإسلام الذي يفهمه الوهابيون في السعودية يختلف بالمرة عن الإسلام الذي يفهمه الأزهريون في مصر. وإن يقولون ما يقولون، نحن أمة واحدة، كما نقول في مؤتمرات الوحدة الشيعة والسنة، إلهنا واحد، ديننا واحد، كتابنا واحد، لكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة الشيعة والسنة يختلفون 100% في قراءة التاريخ، فهمهم للتاريخ مختلف، يختلفون 100% في قضية السنة. السنة التي عندنا غير السنة التي عندهم، نحن لا نقبل سنتهم 100% وهم لا يقبلون سنتنا 100%. وإذا ذكرنا من أحاديثهم شيئا فمن باب الاحتجاج بها عليهم، وإذا ذكروا من أحاديثنا شيئا فمن باب الاحتجاج علينا بها. ونختلف في تفسير القرآن، ونختلف في أحكام الشريعة، ونختلف في أحكام العقائد، ونختلف في كل شيء. نحن إذا قلنا هذا أبيض قالوا هذا أسود، وهم إذا قالوا هذا أسود نحن قلنا هذا أبيض. هذه هي الحقيقة. هم يقولون إن الصواب في خلافنا، ونحن نقول إن الصواب في خلافهم، وهذا موجود في كتبنا وموجود في كتبهم. موجود في كتب القوم إن الصواب في خلاف الشيعة، وموجود في كتبنا إن الصواب فيما خالف العامة. هذه حقيقة، فأين هي الوحدة؟ هذا كلام يقال في المحافل السياسية لا بأس به فليقال، لكن الحقيقة شيء آخر. ونفس الشيء يعني التفكير على الطريقة الوهابية غير التفكير على الطريقة الأزهرية، بل إن التفكير في المغرب على طريقة جامع الزيتونة وفي الجزائر يختلف عن طريقة التفكير في مصر. الإسلام له قراءات وهذا هو الواقع، أما ما يقال عن وحدة المسلمين هذا كلام يقال في المحافل العامة، كلام يعني يقال في المؤتمرات، يقال في أي شيء، يعني هذا كلام مثل كلام السياسيين، يعني أخو الكذب ابن عم الصدق. هذا الحقيقة ليست هي هذه. فالعرب لا يمتلكون مقومات أمة، ما زال لا يمتلكون مقومات أمة، لا يمكن أن يقفوا بوجه إسرائيل، لأن العرب لأنهم لا يمتلكون أمة فهم ممزقون، إمكانياتهم ممزقة، بلدانهم ممزقة، شعوبهم ممزقة. وإسرائيل دولة قوية جدا، كل اقتصادات العرب هي أقل من اقتصاد إسرائيل، وهذا يعني معروف عند كل المطلعين على شأن الاقتصاد العالمي. كل اقتصادات الدول العربية، يعني هذه الدول الخليج التي تعتبر في الوسط العربي غنية وثرية، هذه تضيع إلى جنب الاقتصاد الإسرائيلي. كل الاقتصادات العربية هي أقل من الاقتصاد الإسرائيلي، كل الإمكانات العربية هي أقل من الإمكانات الإسرائيلية. ثم يعني إسرائيل دولة قوية، أنا حينما أقول إسرائيل دولة قوية لا أعني أنها قوية بحسب الحقيقة، وإلا بحسب الحقيقة إسرائيل يعني دولة لا تمت بصلة إلى هذه المنطقة. اليهود صحيح، اليهود يعني صحيح أنهم كانوا في فلسطين وأن فلسطين هي بلادهم الأصلية، ولكن اليهود الذين كانوا في فلسطين انقرضوا وانتهت، وشعوب كما انقرضت الشعوب التي مثلا سكنت في العراق وانتهت، شعوب التي سكنت وانتهت وشعوب جاءت جديدة. يعني اليهود صحيح في التاريخ كانوا في فلسطين، لكن اليهود الذين كانوا في فلسطين أين هم الآن؟ تلك حقبة انتهت
وضاعت. الآن فلسطين سكانها عرب وأصحابها الأصليون هم العرب، العرب والمسلمون ومن يقطن معهم من المسيحيين ومن غيرهم. الآن هذه الحقبة حقبة هذه الأقوام، فإذا جاء اليهود ضمن مخططات وإمكانات وعوامل قوة موجودة عندهم وبقوا، لا يعني أنهم يعني أن بقائهم سيكون أصيلا في هذه المنطقة. لذلك مجرد أن تكون يعني مشكلة في المنطقة تجد أن الكثير من الإسرائيليين يغادرون إسرائيل إلى الآن، مجرد أن تكون مشكلة، لأنهم نفسيا لا يشعرون أنهم يمتون إلى هذه الأرض بصلة. هناك شعور داخلي في اللاشعور الإسرائيلي، لكن إسرائيل الآن بحسب الواقع باقية لا تزول بهذه السرعة. أولا أنها دولة ديمقراطية. أحد المرات هذا العربي الذي اعتقلته مصر بتهمة التجسس، وبعد ذلك تدخل شارون والمصريون أطلقوا سراحة، أحد القنوات الفضائية هذا المتحدث معه من القناة الفضائية حاول أن يحصل منه كلمة ليذم إسرائيل أو يذم شارون، ما أعطى، قال أنا لا أقيس شارون بحكام العرب، شارون هذا رئيس وزرائي هو الذي أخرجني من السجن، الآن رؤساء العرب يخرجون أبناء شعوبهم لو سجنوا، أصلا يقول حيلوا ياهم، رؤساء العرب إذا عربي يسجن في دولة حيلوا ياهم، يتركونه لا يحترمون شعوبهم، هذه حقيقة. إسرائيل قوية، قوية باقتصادها، قوية بديمقراطيتها، ديمقراطيتها داخل الجو الإسرائيلي، دولة ديمقراطية إسرائيل حقيقية ليست كذبة، فدولة قوية عندها إمكانات قوية. لا يمكن لهذه الأمة المتهرئة المهترئة، أمة العربية يعني العرب هؤلاء المهترئون، لا يمكن أن يقفوا في مواجهة إسرائيل، والتجارب شاهدة واضحة، كل الحروب التي خاضوها فشلوا فيها، حتى حرب 73 صحيح يقولون بأن المصريين عبروا القناة وعبروا خط بارليف، لكن النتيجة ما هي؟ الأمور بخواتيمها، النتيجة ما هي؟ إسرائيل يعني دمرتهم، دمرت مصر، دمرت الجيش المصري، يعني سنويا العرب يحتفلون بأول المعركة، صحيح في أول المعركة المصريون باغتوا الإسرائيليين لأن كانت عندهم مناسبة دينية وباغتهم مباغتة وعبروا القناة وعبروا خط بارليف، الخط الذي كان يعتبر أسطورة في العسكرية الإسرائيلية، لكن بالنتيجة إنما الأمور بخواتيمها. بالأخير ما الذي حصل؟ بالأخير الذي حصل أن إسرائيل قضت على الجيش المصري بالكامل، هذا الذي حصل، وبالتالي يعني ذهب السادات بنفسه إلى الكنيسة الإسرائيلي، هذا الذي حصل يعني. أما هذا الشيء الذي يقال انتصار، أي انتصار؟ الانتصار يكون في يعني في أو يعني مثل شخص مثلا يعني يتقاتل مع شخص في أول مرة يضربه، لكن هذا الشخص الثاني يقتله فيقولون أنه انتصر عليه لأن في البداية ضربه، أي انتصار هذا؟ هذا مثل انتصار صدام، هذه طبيعة العرب يعني، أي انتصار هذا؟ صحيح كان انتصار في بداية المعركة، لكن الأمور بخواتيمها، ماذا حصل في النهاية؟ النتيجة ما هي؟ القضية يعني واضحة، لكن هذا الإعلام وخداع السياسيين، والقضية الفلسطينية محكومة بهذا الوضع، وبالتالي المشكلة أيضا تعود إلى نفس الفلسطين، الفلسطينيين هم جزء من العالم العربي، يعني الآن الحكومة الفلسطينية إن كانت حكومة حماس سابقا أو حكومة أبو مازن، رواتبهم من أين يأخذونها؟ من ضرائب الإسرائيليين، يعني من صدقات الإسرائيليين، الرواتب من ضرائب الإسرائيليين، والعمال الفلسطينيين أين يعملون؟ في كل مرة يثيرون ضجة كبيرة أنه يعني أغلقت المداخل والبوابات والمعابر، لماذا؟
هم مثلا يطلقون عليهم صواريخ أو قذائف أو شيء، فالإسرائيليون يغلقون المعابر، فيحتج الفلسطينيون. لماذا؟ لأن باعتبار هناك آلاف مؤلفة من العمال الفلسطينيين سيمنعون من الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية. وحتى هذا الجدار من الذي بناه؟ بناه الفلسطينيون، العمال الفلسطينيون. ألم تصدر الفتاوى من علماء الدين الفلسطينيين بالتحريم، بتحريم العمل؟ لكن الفلسطينيون ماذا يفعلون؟ من أين يأكلون؟ من أين يشربون؟ الإسمنت يؤتى به من مصر، والشركات المقاولة التي تبني يملكها مسؤولون في الحكومة الفلسطينية، والعمال الذين يبنون. وهذه حقائق موجودة الآن، ادخل على الإنترنت واذهب إلى الصحافة العالمية وستجد هذه الحقائق موجودة. فالمشكلة الموجودة أيضا عند العربية موجودة أيضا في المسؤولين عن الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني حال حال الشعوب العربية، لا يملك أمره بيده. المتسلطون على الشعب الفلسطيني حالهم حال الحكومات العربية، يعني إيدهم بيد أخوتهم نفس الشيء، فنفس القضية، والواقع يقول هذا. فلا أعتقد أن يعني المعطيات الموجودة على أرض الواقع تقول إن شيئا سيتغير. نعم، إذا أردنا أن نتكلم بالكلام الإنشائي والكلام الحماسي الذي شبعنا منه تقيأنا، ممكن أن يقول أن الشعب سينتصر وأن الفلسطين سينتصرون وكذا. وأين هذا؟ من سنة 48 وإلى يومك هذا الفلسطينيين يرجعون إلى الوراء والإسرائيليون يتقدمون، والعرب يرجعون إلى الوراء. أنت الآن انظر إلى الأفلام المصرية القديمة السوداء والبيضاء، انظر إلى مناظر القاهرة في تلكم الحقبة، وانظر الآن إلى الأفلام المصرية الحديثة، وانظر إلى ماذا يجري في القاهرة. ليس فقط انظر إلى كل الدول العربية، انظر إلى الأفلام التي كانت السوداء والبيضاء، انظر إلى الشوارع والبنايات، وانظر إلى جمال المدن كيف كان، وانظر الآن إلى الوضع. العرب سائرون إلى الهاوية، الناس تتقدم والعرب يمشون إلى الهاوية، يمشون إلى الوراء. هذه القضية الحقيقية الموجودة في الواقع. يعني الآن نحن ألسنا عرب؟ الآن العرب الذين فروا من الدول العربية ومن الحكومات العربية هل يرغبون بالرجوع إلى بلادهم؟ يذهبون لزيارة أهاليهم لمدة أسبوع ثم يأتون فارين، لا يتحملون الوضع هناك. والآن العرب لو لهم مجال أن يخرجوا من بلدانهم لهجروا بلدانهم. هذه حقيقة موجودة في الواقع الخارجي، موجودة في الواقع المعاش. أما بهذه الحالة وبهذه الأوصاف، أما ماشية إلى الهاوية. حتى ما قد يكون مثلا شيء من التطور والعمران في دول الخليج، يعني هاي تنمية في الأحجار والبناء، ليست تنمية في الإنسان. الأمم تنميتها الأساسية في الإنسان، إنما قبل قليل قلنا أن الحضارة تنشأ من إنسان وأرض وإمكانيات. إذا لم يكن هذا الإنسان متحضرا لن ينشئ حضارة. قد ينشئ بنايات، قد ينشئ أسواق سوبر ماركتات، قد ينشئ حدائق، ساحات كبيرة وملاعب للغولف، قد ينشئ هذه الأشياء، لكن هذه لا تسمى حضارة، لأن الذي ينشئها من هو؟ غيره، ليس هو ابن البلد، واحد ثاني. إذا خرج هذا، خرجت الشركات والإمكانات والبرامج والهذه، لا يستطيع ابن البلد أن ينشئ شيئا. اللطيف أن الأجنبي ينشئها وهو يتمتع بها أيضا، ابن البلد لا يتمتع بهذه الإنشاءات. وهذه القضية هذه، فهذا ليس حضارة، هذه صور بهرجة خارجية. يعني العرب سائرون إلى الهاوية، وطبعا هي القضية واضحة، وهذه ليس القضية جديدة. أن أردنا أن نحلل القضية يعني بشكل دقيق وبشكل تفصيلي، القضية هاي تعود إلى تركهم لعترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يرفضون هذا الكلام ويقولون أن العرب كانت عندهم حضارة
ودوخوا العالم. نحن طبعا إذا نريد أن نرجع أن ندرس التاريخ الإسلامي، تاريخ الحضارة الإسلامية، العرب كان لهم وجود في فترة أقل من قرنين بمشاركة شعوب أخرى، وإلا بعد يعني بعد 150-160 سنة للهجرة العرب انسحبوا من ساحة الحضارة، دخلت شعوب أخرى هي التي رفعت الراية، دخل الفرس والأتراك والهنود والمغول، دخلت شعوب أخرى هي التي رفعت الراية. إذا أردنا أن ندرس التاريخ بدقة، ولو كان يعني الحديث عن هذا الموضوع نتحدث فيه، على أي حال لكن القضية واضحة، يعني لا تحتاج إلى شرح، القضية واضحة، هؤلاء العرب وهذا واقعهم. هذا وإذا كان كلامي غير صحيح يعني هذه، هناك طريفة تنقل أن رجلا مر في الشارع فرأى جماعة قد مدوا سفرة من الطعام ويأكلون، فشم رائحة الطعام، اشتهى أن يأكل من هذا الطعام، كان طعامهم شهيا، شم رائحة الطعام، نظر إلى الطعام، اشتهى أن يأكل، أخذته الشهوة، فمر عليهم فسلم عليهم فقال السلام عليكم أيها البخلاء، قالوا ومن أخبرك بأننا بخلاء؟ قال كذبوني ولو بلقمة، إذا أنتم مو بخلاء كذبوني ولو بلقمة. فأنا أقول أنا قلت هذا كلامي فليكذبني أحد ولو بلقمة، وهذا وضع العرب وهذا وضع القضية الفلسطينية، إذا كان غير هذا فليكذبني أحد ولو بلقمة، فكذبوني ولو بلقمة، هذا هو الواقع الموجود. أما إذا ننظر إلى الروايات، روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ربما نتناول الموضوع بالتفصيل يعني في مناسبة أخرى أو في برنامج الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله عليه، ربما نتناول في الأيام القادمة موضوع فلسطين، لكن بشكل إجمالي أقول بحسب الروايات الموجودة عندنا عن أهل البيت، الذي أفهمه من الروايات أن إسرائيل باقية على قوتها في فلسطين حتى يظهر الإمام الحجة عليه السلام. ولذلك أنا قلت العرب مشكلتهم بدأت وعوارهم بدأ حين تركوا العترة، وصلاحهم لا يكون إلا بالعترة، إلا بخروج الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم جميعا. سمعت الشيخ، ماذا بقى وقت السؤال؟ سؤال ونشوف. ما دام وصل الحديث للإمام الحجة، فهل الإمام الحجة عليه السلام ارتباط أو علاقة بكل ما طرحناه من مواضيع لحد الآن؟ قطعا أن للإمام صلوات الله وسلامه عليه ارتباط، وارتباط وثيق بهذه الموضوعات، لكن سؤالك ندعه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لأن هذا موضوع يحتاج إلى تفصيل، وأنا أرى الساعة تشير إلى نهاية الوقت إن شاء الله. يا أبو مهدي في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامج ندوة المودة، أول سؤال سنبدأ به هو سؤالك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. كلمة أخيرة مولانا. الكلمة الأخيرة، أختم حديثي بالدعاء الشريف، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، بعد هذه الجولة في عالم السياسة والنبوءات، نترككم على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من ندوة المودة، نتواصل مع موضوع قراءة المستقبل، ونبدأ إن شاء الله من حيث انتهينا مع سؤال الدكتور زياد. كونوا معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم.
وفي أمان الله.